بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للمشاهدين وشكر الدعوة هذه. أحوال النادي الرياضي القسنطيني بكل بساطة تسمى أحسن من السنة الماضية في نفس الوقت هذا. دونك كاين اون بروغريسيون في اتولي نيفو في كل المستويات قدمنا من الناحية الرياضية كما تعرف اللي حققنا نتيجة يعني فوق البوديوم عكس السنة الماضية. من الناحية المالية وصلنا لوين نظفنا تقريبا 90% من لي كونت تاع النادي الرياضي القسنطيني. ومن ناحية كما قلت الناحية الاجتماعية ولا ناحية لي سيبورتر نظن كاين هدوء كاين رزانة الناس عاد رجعت الثقة للمناصر القسنطيني وين عاد يسبيري درك حاجة جديدة يعني ممكن نسبيري وين نروحوا لقدام وين نكونوا ضمن ثلة تاع الفرق اللي تلعب على الأدوار الأولى اللي عندها تطمح به تروح المنافسات خارجية. رغم أن احنا البداية راح تكون السنة هذه يعني تقريبا عندنا 5 سنوات احنا ما شاركناش دونك الأحوال راهي تبشر بالخير. شوف الموعد القاري هذا السنة هذه عندك الحق يعني جاء في ظروف استثنائية يعني أول مشكل احنا وقعنا في اللي وقعنا كنادي رياضي راح يشارك في منافسة قارية السنة هذه هو تأخر نهاية البطولة يعني الناس بكل تعرف بلي البطولة انتهت يوم 15 جويلية وآخر أجل باه نحطوا القائمة الأولى تاع المقابلة الأولى لدوري أبطال إفريقيا هي 31 جويلية يعني كانت عندنا ما بين نهاية المقابلة الأولى وبين آخر أجل باه نحطوا القائمة هي تقريبا 15 يوم هاي أسبوعين. وتعرف بلي كل الإجراء يعني أقل إجراء على مستوى الفيدرالية والله على مستوى الافريقي لما خلينا بالنسبه للاعبين القدماء اللي كانوا في الفريق واللي عندهم عقود مع الفريق المشكل ماهوش مطروح ولكن بالنسبه للاعبين الجدد انت تعرف في كاين اجراءات لما يكون لاعب جاي من الخارج عنده اجراءات خاصه ولما يكون لاعب هنا في الوطن عنده اجراءين كاين لاعب حر وكاين لاعب ماهوش حر يعني عنده اجراءات اقل اجراء راح يدوم ما بين 20 الى 25 يوم يعني اجراءات واضحه. دونك انا من الاول في التشفاو درت عملت كونفرنس دو بريس قسنطينه وقلت من الاول خلاص باللي احنا النادي الرياضي القسنطيني راح يشارك في المقابله الاولى اللي كما تعرف حتى القرعه ما رحمتناش يعني نلعبوا مع بطل تونس ولما نتاهلوا نلعبوا مع بطل المغرب يعني نظن من 62 لليوم ما كانش قرعه كيما هذه. دونك من الاول قلت لهم باللي قلت وتكلمت باللي من المستحيلات يعني راح نلعبوا باللاعبين اللي راح ننتدبهم جدد على الاقل المقابله الاولى يعني المقابله الثانيه ما يكونش فيها مشكل لو ان شاء الله لو نتاهل يولي المشكل موش مطروح هذا ولكن راح تكون لنا صعوبات لانه الفريق ما تنساش باللي دوك راح نعتمدوا على الفريق اللي لعبنا به السنه الماضيه مع نقص لاعبين اثنين يعني كانوا عندنا 2 لاعبين في نهايه العقد اللي هو الحارس المرمى والظهير الايسر الباقي احنا حافظنا على كل التعداد اللي لعب السنه الماضيه يعني الاساسيين حتى اللي يدخلوا يخرجوا يعني الاساسيين والاحتياطيين الفاعلين حافظنا على التعداد هذا لوساتير هذا حافظنا عليه بالنسبه للمقابله هذه وبالنسبه للموسم كامل يعني كان كلش مدروس. المهم حنايا اهم حاجه بالنسبه لنا هنا نتوجهوا بالشكر للشركه الراعيه اللي هي لون تي بي يعني اللي كان عندها دور كبير خاصه تعرف لونير دو غار سي الفينونسمون هذا هو المشكل تاع كل الفرق مش في الجزائر فقط في العالم. نشكرها يعني على يعني في اسمه لا كومبانيمون اللي دارتها العام هذا خاصه بالنسبه لي انا جيت متاخر في السنه الماضيه يعني جيت مع بدايه البطوله تقريبا في الاسبوع الاول ولكن ما بخلوش يعني مشاو معنا بطريقه محترفه ولهذا كان النتائج هذو. بالنسبه لينا انا كمسؤول اول على الفريق يعني مدير عام تاع الفريق على مستوى قسنطينه طبعا عندي انسيا كي تعرفوا نتوما كيف تدرج الامور كاين انسيا كاين مدير عام كاين مديري عام. المهم في كل الاحوال احنا عندنا 2 حوايج بالنسبه للمشاركه هذه. المشاركه هذه عندها لاسبي سبورتيف يعني الجهه الرياضيه وعندها لاسبي ايكونوميك وكيف يسميه مورال. بالنسبه للناحيه الرياضيه راح نقول لكم الحظوظ تاعنا يعني تعرفوا كره القدم ما فيهاش المستحيل يعني الحظوظ تاعنا قائمه ما دام المقابلتين ما تلعبوش ولكن اننا راح نلعبوا يعني
بالفريق يعني تاع السنه الماضيه، وتعرفوا باللي الفريق تاعنا مش يعني ما عندناش حاجه، ما عندناش احنا عندنا جروب فقط، ما عندناش يعني لاعبين فريمون مميزين، عندنا جروب سوليداري يلعبوا. وزدنا خسرنا عنصرين منهم، تعرفوا باللي رايحين ندخلوا المباراه الاولى شويه ما ونظن بمسانده الجمهور، نظن بالروح القتاليه، لانه اللاعبين ما خداوش حتى عطله، يعني خداو اسبوع عطله بيخدموا باذن الله. الناحيه الرياضيه رايحين نحاولوا الماكسيموم واش نديروا، ولكن انا تكلمت مع الجمهور القسنطيني اللي هو جمهور ذواق، جمهور يعرف كره القدم ويعرف في من يثيق، باللي احنا الهدف الاول والاخير تاعنا ماهوش هذه كاس افريقيا، وخاصه اننا شفنا الممثل تاع يعني السابق تاع السنه الماضيه اللي هي شباب الوزداد، رغم التدعيمات يعني القويه والنوعيه، ورغم هذا مازال الفرق الجزائريه مازلنا بعاد شويه، مازلنا ما نقدروش نروحوا للمنافسه هذه، يعني كما نقولوا احنا بكونكيرون، مازالوا بعض النقائص اللي نتكلموا عليهم ممكن من بعد والله اللي ممكن نصلحوهم باش نقدروا نروحوا. احنا الهدف الكبير تاعنا اللي حصدناه من المرتبه الثانيه من المشاركه هو الناحية الاقتصادية، أننا قدرنا نمسحوا تقريبا 90% من الديون، قدرنا نمسحوا المشاكل الإدارية على مستوى لي سيستم تاعنا، التياماس البرو ماتش، على مستوى السيارات الطاس، يعني ريقلنا المشاكل بكل قادمة، يعني تقدر تقول النادي الرياضي القسنطيني راح يبدا السنة هذه وكأنه مولود جديد، يعني ما عندوش مشاكل قادمة، وهذا أهم شيء، هذا من ناحية الاقتصادية. من الناحية المعنوية كسرنا جدار اللي تقريبا عنده 5 أو 6 سنوات وين ولا النادي يبان له باللي باه يطلع يلعب لي بريميرول ولا يلعب فوق الواحد، كسرنا الجدار هذا. الشعب عاد عنده ثقة في الفريق، يعني دركا بالنسبة لنا السنة هذه راح نلعبوا الأدوار الأولى يعني بأريحية، يعني ماناش راح نتقلقوا بغض النظر على النتائج، لانه تعرف انت النتائج ممكن انت شفت مثلا شبيبة القبائل السنة الماضية كيفاه بدات مرحلة الذهاب، ونفس الفرقة كشتها مرحلة العودة، يعني المشكل دي فوا الناس لازمها تصبر على الفرق. أنا نشفى في يوم من الأيام عندها تقريبا في يوم من زمان فريق البايرن ميونيك في مرحلة الذهب كلاسة تقريبا في الثلث الأخير تاع الألوان، في مرحلة العودة خذ البطولة، يعني الفرق الكبيرة هذه اللي عندها لاعبين لازم الناس يعرفوا كيف يتمشوا معاها برك. أنا تنبأت لشبيبة القبائل الشعري في لا كاتريام جورني، قلت لهم جابت القبيله عبرها ما طيح، لانه النتائج تاعها اللي كانت ما تعكسش الفريق والقوه تاع اللاعبين والقوه تاع الفريق والتاريخ تاعو ما تعكسهاش، ولهذا كون شفتوا النتائج العوده. دونك احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ربحناها بهذا الوحده اننا رجعنا الثقه للسيبورتر تاع السياسي اللي عاد ما تنساش باللي شباب قسنطينه ثاني عنده مناصرين في يعني في كل انحاء الوطن، رجعنا لهم الثقه في الفريق هذا انه فريق يقدر يلعب على المراتب الاولى، وهذه اهم حاجه بالنسبه لنا. شوف حنايا اول قبل كل شيء يعني تكلمت تقريبا نص الجواب تاع السؤال هذا جاوبت عليه، اهم حاجه بالنسبه الينا اننا حافظنا على المجموعه اللي خدات المرتبه التاليه. كي نقول لك حافظنا عليها، لما تشوف دوك القائمه تاع النادي الرياضي القسنطيني تلقى في الاوائل تاع القائمه الناس اللي لعبت لي تيتولار واحد ما راح، باستثناء اللي قلت لك عنصرين اللي هو حارس المرمى والظهير الايسر اللي كانوا في نهايه العقد واختاروا به يغيروا الفريق، وتعرف انت لاعب كيعود في نهايه العقد ما تقدرش تكلم، ولهذا السنه هذه انا خديت قرار انه اي لاعب عندي في نهايه العقد راح نضيف له سنه او ما يقعدش عندي، تما ما نقدرش نلعب بلاعبين اللي في نهايه العقد. هذه الحاجه الحاجه الثانيه تسمى هذه اهم حاجه اننا حافظنا على المجموعه كامله تقريبا اللي كلاسات دوزيام. بالنسبه للاستقدامات، شوف اولا قبل كل شيء استقدامات تاع النادي الرياضي القسنطيني السنه هذه كانت استقدامات في سريه تامه، هذه الحاجه الاولى. علاش؟ لانه الظروف تاعنا سواء الاداريه والماليه تسمى هذه حاجه تخص الفريق. وما تنساش باللي قلت لك حنايا عندنا كانت اهم حاجه بالنسبه لنا رايحين نحضروا المقابله تاع كاس افريقيا، دونك الاستخدامات كانت من يعني اون دوزيام بوزيسيون. الحاجه الثانيه الاشاعات والكلام اللي برا هذا بكل حنا عندنا ما ناخذوش به في النادي الرياضي، عندنا الصفحه الرسميه وعندنا مثلا قنوات رسميه، لما نعملوا حاجه نعملوا كونفرنس دو بلاس ولا حاجه. حنا كي نجيو نعملوا الاستخدامات حنا نعملوهم بطريقه ما تنساش باللي شركه وطنيه، اهم حاجه في الشركات الوطنيه هي لي بروسيدور دو جيستيون، تسمى
ما تقدرش تعمل اي حاجه حتى ولو تشري فرض تاع الماء مهموش ما تروح تشري الماء تبان لك حاجه بسيطه، ولكن في شركه وطنيه عندك ان بروسيدير دي جيستيون لازمك تعمل بيانات تاعها، لازمك تتبع كل الخطوات القانونيه باه تعمل اي صفقه سواء شراء حاجه ولا انفستيسمون ولا لعب. دونك ما يقدرش يكون المدرب ما يرضاش على اي صفقه لانه هو اول واحد راح يمد رايه فيها قبل ما تبدا، وكل لاعب نجيبه والله يعني حاجه والله طاقم فني راح يكون نعملوا ان بي في اوفيسيال وين يكون حاضر فيه المدرب دي تي اس مدير المكلف بالماليه، لانه في بعض الاحيان المكلف بالماليه يقدر يرفض لك صفقه، وهذا هو لا جيستيون اللي لازم نتعلموها في المستقبل. صح حنا نحترموا السيبورتر نحترموا الشارع، لانه ما تنساش باللي كل هذا الهول كامل انه حنا يعني حاجه خدمه مقدسه 60 خدمه عموميه. الفرق الجزائريه اللي حد الان ماهيش فرق اقتصاديه، حبه من حبه وكريهه من كريه، تدعيمات كاينه من عند الدوله. علاش؟ لانه مازال المواطن تاعنا ما يقدرش مثلا كون تعمل له انت اكسبرتيز وتحسب له التيكي. لما دوك نعطيك مثال، انا فرق اللي عندها دوك لاعبين، حنا ما عندناش لاعبين يعني كبار بزاف تاع هذاك من الناحيه الماليه مش من الناحيه الرياضيه. لو تعمل اون اكسبرتيز على البي تاع الواحد تلقى المواطن ما يقدرش يدخل الملعب، وهذه حاجه باش تقول لكم انت تدخل الملعب نيلسون مانديلا كيف يسموها بلا فري فالور تاعو، نظن يولي صعيب على مواطن ما يقدر يدخل. دونك هنا نشكر الدوله الجزائريه اللي مازالت مرافقه بعض الامور للمواطن، مازالت تقدم للمواطن الخدمه العموميه حتى على مستوى الترفيه، لانه حنا نحبوا ولا نكرهوا كره القدم هي لعبه ترفيهيه تربويه، ولهذا انا نشوف ساعه ثانيه لازم نخدموا على المستوى الثاني المناصر. لان دونك حنايا ماشيين بطريقه قانونيه كل حاجه. انا نعطيك مثلا، مثلا حنا الصفقه تاع الغارديان دبي تاعنا كان في نهايه العقد، احنا كنا حابين نغارديو في الفريق لانه هو اساسي، لاعب اساسي، ما قدرناش نغارديو في الفريق لانه من الناحيه الماليه كانت عندنا صعوبه باه نروحوا للشيء اللي تعرض عليها خارج الفريق، يعني بكل وضوح يعني بكل شفافيه، يعني ما نحشموش بها. هذه اللاعب في حقه هو مشكور، قدم سنه ممتازه في النادي الرياضي القسنطيني، ولكن لما انت ما تقدرش تعطيه واش دا في مكان اخر، ما تقدرش تحرمه ثاني، ما تقدرش تلومه، لانه حتى وراح من النادي الرياضي معليش هو مشكور على الشيء اللي قدمه، ولكن احنا عندنا التزامات كما سمعتوا انتم رئيس مجلس الاداره لما تكلم في الشق هذا اللي يمثل مجلس الاداره، قال لك احنا النادي الرياضي القسنطيني ما عندناش حاجه اللي يسميوها تسقيف الاجور، ولكن عندنا ترشيد النفقات. معناها ترشيد النفقات الانسان ما يصرفش فوق الشيء اللي في جيبه، لا يحب يصرف فوق الشيء اللي يجيبه، لازم يعمل في السنه اللي قبل اللي جايه باه يطلع المداخل تاعو بطريقه او اخرى. والله بكلام واضح، الفريق اللي يحب هذا مثال الجزائر كامله، الفريق اللي يحب يصرف والله يجيب لاعبين بسعر معين والله كبير، لازم يعمل على زياده المداخل وفقط، ما كانش حاجه خلاف. حنايا النادي الرياضي القسنطيني نعملوا في اطار البيجي برانس كبير خلاص، ما ناش ما عندناش هذاك ما تعطيش طون ولا طون، ولكن نحترموا البيجي تاعنا. علاش نحترموا البيجي تاعنا؟ لانه بكل صراحه المشاكل اللي تخبطنا فيها السنه هذه والسنه الماضيه هذه، علاش؟ لانه في وقت من الاوقات عداو مسيرين، والمسير تعرف حنايا احنا رانا درك شركه وطنيه، مثلا انا مانيش رئيس فريق انا مدير، عداو مديرين وين ما التزمش بالمصروف اللي عنده البيجي تاعو، يعني صرف فوق البيجي. لما انت تصرف حاجه فوق البيجي تاعك وراح تروح تك شركه ما كانش مشكل تقدر تصرف فوق البيجي. انا مثلا الحين نقدر نصرف حاجه فوق البيجي تاعي نخليها تروح في ليدات ونمشيها نمشي الشرج، المشكل انها راح تخرج لك في البيلون في اخر السنه وراح تبركيتي على السنه المقبله، ولو ما تلقيهاش السنه المقبله زدت كبرت ولي كيما لابول تاع السنه المقبله. واهم حاجه اقسم بالله هذه تسمى ميش، حنا جينا مثلا فوروم هنا اللي ما يستفادوش منه الناس، انا نعرف باللي اغلب الكلام اللي نقعدوا فيه انتم كصحفيين تعرفوه، تسمى مش انتم قاعدين تطرحوا في اسئله للراي العام اللي يتسائلها في مقهى يتسائلها في مرشي يتسائلها في 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 قريه في المهم تطرحوا اسئله بها الناس اللي يفهموا. شوف اهم حاجه اللي نوصلوها للمناصر
والمشاهدين بصفة عامة، هي لازم الكرة القدم تقعد ككرة القدم، ولكن التسيير لازم نخرجوا ميه من الطابع الكلاسيكي القديم. لازم المسيرين اللي يجوا مثلا لدرك الكرة القدم على كل المستويات حتى في الدرجة الثالثة الرابعة، لازم يتعلم المسير انه يعمل ان بي جي بريفيزيونيل، يعمل ان بي جي بيجي اللي عنده تستدير بيلون تاع الشيء اللي عنده، ويعمل ان بي جي بريفيزيونيل وان بيلون بريفيزيونيل. قال مثلا انا هاو ممكن واش نقدر ندخل، وهاو واش راح نصرف، لانه المصروف تعرفوا المدخول هو اللي صعيب، ويشوف به فريق يمشي وما يموتش. لازم يتعلم يصرف واش يدخل بكل بساطه ويتنحل المشكل هذا. حنايا كي تقول لي نتايا قلت لك انا عطيتك تقريبا خرجت لك من الموضوع، ولكن الاجراءات تاعنا الاستقدامات رانا نستخدمه بطريقه منظمه، وكاين اللي استخدمنا نقدروا نستخدموا لاعب ويبقى في فتره كيف يسموها تجربه، من شرحين نقولوا للناس حنا باللي مجربنا لاعب ولا ما جربناش. هذه امور اللي تبقى من اخلاقيات المهنه، انك كاينه اسرار في الفريق هذيك حتى الفرق العالميه فيها. نظن الحكم على الاستقدامات والله راح يكون في الميدان ما يكونش في الواحد. وكاينه حاجه مهمه جدا ثاني نسمع في كل سنه، شوف انا عندي 30 سنه خبره في الميدان هذا ثاني، شوف في كل سنه نسمع مثلا المناصر البسيطه، المناصر البسيطه بعفويه، مش المناصر البسيط يتكلم بالعفويه تاعو، مثلا نسمعها في اي 16 فريق في الدرجه الاولى و32 فريق في الدرجه الثانيه. تبدا البطوله يبداو يتكلموا، ومع الاسف مع الاسف هناك اعلاميين يعني في مستوى عالي، ما نكذبوش على رواحنا، وهناك بعض الدخلاء اللي دخلوا على المهنه هذه وين زادوا في الطين بله، تسمى اوليو اللي ينور الراي العام يزيد يغموا. مثلا تسمع نعطيكم مثال، تسمع كل سنه يقول لك والله ليكيب هذه كم جابوا لي جوال وما يلعبوش ليكيب هذيك. يا جماعه كنا نهضروا بموضوعيه، هنا كرة القدم في العالم تقريبا، وحنا عندنا في الجزائر عندك 27 اجازه. لما انت تجيب 27 لاعب في رايك، في رايك اللعبه قوانين اللعبه قداه اللاعب تسمح له في الميدان؟ 11. ومع التغييرات الجديده من بكري كانوا ثلاثه، درك رانا ندخلوا خمسه، ال 11 وتزيد لهم خمسه اللي يدخلوا كم؟ 16. معناها راح نيوتيليزيو 16. كي نديروا عملية طرح بسيطة من 27 ل 16 راح نلقاو 11 لاعب مش راح تلعب ومش راح تكونفوكا، وراح تكون نتكلموها بعفوية، ومش راح تمد حق الفريق من ناحية واش عطاها الفريق. ولكن هذا شر لابد منه. علاش؟ كي نهزوا السيتي ومانشستر والريال وبارسا هكا بعد عندهم 14 15 يلعبوا، عندهم 10 ما يلعبوش خلاص. علاش؟ ولكن بدون العشره هذوك اللي ما يلعبوش خلاص ما تقدرش تعمل فريق. لو تجيب فريق انت ب 15 لاعب يولي ال 15 هذوك ما يخافوش على البلايص. فهمت؟ كاينه حاجه راكبه على حاجه. حنايا لازم الناس تفهم باللي كره القدم قاعده كيما الثكنه، كيما الجيش، كيما حاجه. انت تجيب جنود، مش شرط انت تجيب جندي وتقول والله هذا كاع نسلك فيه برك وما دار والو، بصح ما تنساش باللي هو في حاله تاهب قصوى لاي طارئ. انتك ما تسلكش تسلك فيه باه يخدم سير، بصح راه واجد في اي دقيقه تجيبه. دونك المنطق هذا، انا ماذا بيا الاسره الاعلاميه والناس، نهربوا شويه من النيجاتيف نروحوا للبوزيتيف، نفهموا الناس بطريقه بوزيتيف، يعني كيما نقول لك باللي دي فوا انتم تشوفوا حاجه بامور سلبيه وقادر تروح من الجهه الخلف تشوف فيها ايجابيه. دونك لازم الناس يوليو يتكلموا. على قلت لك انا السيبورتير والمناصر البسيط يتكلم بعفويه وما يخممش بزاف، ما يشوفش وما عندوش معطيات مش عنده كيما واحد اعلامي متخصص، واحد تقني متخصص. على هنا ساعات كي نلقى تقني مثلا يتكلم يولي البسيط يمنو، يلقى واحد معروف لاعب قديم والله تقني محنك والله وقاعد يتكلم في كلام من ناحيه سلبيه. في نفس الوقت لو يقدر هذاك هو بعد يقدر يتكلم بالكلام هذاك من الناحيه الايجابيه. نظن دونك من ناحيه الكلام تاع راضي وموش راضي، انا نظن عندي 30 سنه في الميدان هذا، انا عمري ما نجيب لاعب قبل ما نتكلم مع المدرب،
وحتى المدرب لو ما نتكلمش معنا مثلا صرا وقت وين المدرب ما كانش، خلاص ما كانش مدرب، ما زلنا ممكن الفريق ينتدب والمدرب ما كانش. كاين هذه في الفوتبول تكزيستي، والدليل على ذلك الفرق الاوروبيه في بعض الاحيان يجيبوا يجي المدرب، وفي الفرق الاوروبيه كاينه فرق اللي تنتدب لاعبين والمدرب ما كانش. ولكن ما تنساش باللي اي فريق اورغانيزي عنده ديتياس، عنده لاعبين قدماء ضايرين بالفريق، عنده حنا تكروا اللعب هذا، وحتى في بعض الاحيان المدرب يقول لك جيب لاعب وحنا ما نجيبوش، ومن بعد نقنعوا المدرب يقنع والراي واحد فريد ديما خاطئ. لازم تسقسي الناس بكل، تسقسي علاش، لانه تعرف تاعي كاين الانسان بشر، انسان بشر، ممكن يجي مدرب عنده لاعب لعب معاه في الفريق خلاف قادر يحشمه قادر هذا، ولما يكون الراي تاع جماعه نلقاو قال فوالا هذا ما يخرجش علينا على هاي واش كاين واش كاين. ودركا دركا 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 تسدي الامور بسيطه، كاين احصائيات كاين يعني بكري وبتدخل اليوم وكلش قدامك، انت تلاعب عمال قدا لعب الماتش قدام ركان بيت قدا دار باساج ديسيزيف من ناحيه اخر مقابله لعبها اسم مش حاجه يعني. وكاينه بعض الاحيان وين مثلا تشوفوا دوك الصيف هذه حنايا، وتكلمت على هذا الاسبوع الماضي، كاينه وسيله من الوسائل ما تذكرتش شكون اللي تكلم معايا واعطيتهم كلام مفيد وواقعي، انه في كاين نزيف في الجزائر باللاعبين، يعني كل ما يبانوا درك ثلة من اللاعبين سواء على الدرجه الثانيه ولا الدرجه الاولى قاعدين يروحوا للبطولات المجاوره، فيهم اللي يروح هذا اليمين يسار، فيهم حتى اللي عاد يروح من ليبيا لمصر السعوديه، انت درك الدرجه الثانيه في السعوديه معمره بالجزائريين، الدرجه الثانيه ما نتكلمش انا على الممتاز، هذا ثاني خطر على المستوى تاع الرياضه في الجزائر، لانه حنايا اللاعبين هادو يعطيو البطوله كل ما يكونوا لاعبين فيها عندهم مستوى كل ما يطلع المستوى تاع البطوله. ولهذا كتشوف العام السنه هذه الميركاتو شحيح جدا، حتى فرق عندها يعني مرتاحه من الناحيه الماليه وما قدرش تشري كريدي. علاش واش تشري كريدي واش تجيب؟ تليفوني تلقى لي عندك احسن. انا في تذكروا بكل باللي ما عملناش الميركاتو في الشتاء، لما تكلم مع الصحافه وتكلموا على القضيه تاع اليعقوبي ولا بصح مش مشكله، لانه الشركه عندها ما تدفع الديون، مش هذا كل المشكل الرئيسي. المشكل الرئيسي حنا ما عملناش ميركاتو سياسي، وانا قلتها قلت لهم تشيلي عندنا في الفريق احسن من اللي موجود في السوق، دونك على واه ندير ميركاتو على الميركاتو يعني باه ندير ميركاتو فقط، حتى السوق ما فيهش لاعب يعني، ما بكل اسف يعني مع الاسف، لانه عدوا سنوات كنا نجيبوا لاعبين من الدرجه الثانيه. أنا في سنة 93 حنا صعدنا، أنا شباب خاصة صعدت في سنة 93 الدرجة الأولى بعد ثاني شق الأنفس، درنا 80% من الريكريتمون تاعنا درناه من الدرجة الثانية، وكراسينا خمس في المرتبة الخامسة. علاش؟ كانت النوعية وكان المستوى تاع اللاعبين وتاع البطولة بالدرجة الثانية والدرجة الأولى متقاربين. علاش ما كانش مستوى؟ مستوى عليه ما كانش دركا لعده اعتبارات، او قلت لك من اكبر، انا ما نشيليش هكذاك برك، من شوف التقني الجزائري متمكن، شوف الدليل، انا السياسي قاعد نجيب في التقنيين وطنيين، التقني ماهوش المشكل فيه، عندنا تقنيين متواصلين، عندنا تقنيين عندهم مستوى متبعين يروحوا يديروا لي ستاج في الخارج كلش. المشكل وين؟ تقول لي المنشآت مهما واش يكون كاينين في الجزائر، الجزائري حجم قاره خمس مرات فرنسا، يعني كي تقول لي انت المنشآت لما تمشي، انا نعطيك، انا حسبت لهم في لا فيديراسيون قلت لهم كون نحبوا نلعبوا بطوله فوق الكازو ناتشورال كاين المنشآت ولكن ماهيش مستغله، لما تلقى انت ملعب عين البيضاء كازو ناتشورال عنابه الدار كيف يسموها هنا رويبه العلمه في الغرب كاين معسكر كاين، لما تلم انت المنشات اللي عندها الكازو ناتشورال وما تلعبش الدرجه الاولى تلمسان، تلقانا كون نحبوا نلعبوا شامبيونا في الكازو ناتشورال نلعبوها. المشكل انه الفرق اللي عندهم الكازو ناتشورال ما عندهمش فرق في الدرجه الثانيه والاولى واللي ما عندهمش راهم، هذا هو المشكل. المشكل قلت لك من اسباب نزول المستوى، انا نقول لك الحاجه الاولى هي المنشاه، قاعدين نلعبوا في الطارطون، الطارطون
ما يفوليوش فيه. والدليل على ذلك تونس لما كانوا يلعبوا في الغازا كان مستوى تاع البطوله تاعهم قوي، لما دركا 70 ولا 80% من ثاني من تونس بقاو لهم ثاني ربع فرق يلعبوا في الغازون، باقي كل في الطارطوش. شوف المستوى تاع البطوله كيف نزل، هذه الاولى. الثانيه تنظيم، المشكل تاعنا حنا تاع تنظيم، كيف ننظموا البطوله، كيف نمشيوها. تما تشوف تما يدخلوا معطيات، لما نقولوا مثلا التنظيم، حنا كي نقولوا البطوله من المفروض، وانا هنا بالمناسبه نشكر رئيس الرابطه لان حنا عشنا معاه، بالك ناس بكل حط المشكل في الرابطه برك، لا يعني مشكل مشاكل خارجيه، مشاكل ظرفيه، يعني مجموعه من لما انت تبدا بطوله في شهر 8 وتخلصها في شهر 7 كيف تحوس المستوى؟ ما يطلعش المستوى. لما لاعب يلعب معينا نلعبوا مقابله مثلا، نلعب مقابله في الشهر، كاينه فرق لعبت مقابله في شهر ونص. هنا من العوامل تاع نزول العالم، العامل الثالث هو العامل المالي. شوفوا يا جماعه راح نقول لكم حاجه بالك تسمع بليش انا، بالك الناس بكل يتشوكوا، وقلتها ونعاودها، البطوله الجزائريه ما فيهاش دراهم مع الاسف. نتكلموا بزاف على الدراهم في الجزائر، ولكن نتكلموا عليهم علاش؟ شغل كيما قلت انا نتكلموا عليهم تسمى الناس تخلي عينيها وتمن ودنيها. اللاعب الجزائري لو كان الدراهم كاينين والفلوس كاينين في البطوله الجزائريه ما يروحش للبطوله في البطولات المجاوره، رغم فرق البلدان تاعها. يعني مش مثلا الجزائر من ناحيه من كل النواحي قوه اقليميه، حب ولا تكره، اقتصاديا ماليا سياسيا عسكريا، هادو الحوايج تلقاهم كي تروح لجوجل تلقاهم، مش انا اللي قلتهم في الاحصائيات، تروح لجوجل تلقى الجزائر واش تسوى من الناحيه الماليه ومن الناحيه السياسيه ومن الناحيه العسكريه، تلقاها مكراسيه مليح. المشكل اننا حنا البطوله تاعنا علاه به ما بقاوش درك تاني المزايدات، ام دراهم ام مش دراهم، ولا يقاس على الشد. يجيني واحد يقول لي مثلا الفريق الفلاني او جاب جوار ب 500، وين المشكل؟ المشكل واش في جوار ولا زوج ولا فريق، المشكل في منظومه كامله. تتكلم على 16 فريق في الدرجه الاولى، 32 فريق في الدرجه الثانيه، هادو هما اللي ليه تاع الباقي، خلينا خزانات اللي تحت هادو، بصح هادو هما اللي لما تهز هادو لمهم على بعضهم بكل، وهز لي بيجي تحم بكل، تلقاهم بالك ما يلحقوش فريق في مصر. ما على سبيل المثال ما نروحوش على سبيل الحصر، لانه مصر ما بقاوش عندهم، كاين فرق اخرى اللي عندها دي بيجي كبر، ما نتكلموش ما نشخصوش الامور. دونك من الناحيه الماليه ثاني لازمنا نديروا نظام تاع توزيع وين يفيد كل الفرق، علاش بيخلوها تخدم وبيخليوا اللاعب الجزائري على الاقل يقعد هنا ما يخرجش يلعب، لانه هنا اللي قلت لك هذا الهجره الجماعيه هذه تضر بزاف البطوله الوطنيه، ضرها كثير، لان يعني الاستقرار عدم الاستقرار. ثاني لازم تغيير في قوانين العامه، لانه ما نكذبوش على بعضنا، قبل شوف قبل سنه 2000 قبل 2000 بالضبط، وقبل بالضبط 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 قبل ما تبدا لا فيديراسيون جيريان تحت رئاسه السيد ديابي، يعني تما كاين تغير الله يرحمه، تم كاين تغير على مستوى القوانين العامه وعلى مستوى القوانين الفرعيه، هذوك قانون كود ديسيبلينار طول لي كود اللي كاينين، كاين تغيير. قبل سنه 2000 كانت القوانين العامه تحمي الفريق، هذه خدوها من عندنا انا خاطر خدمت قبل، كان الفريق محمي لدرجه انه اللاعب هو اللي محقور. يعني باه نقول لك لما كان قبل سنه 2000 كان اللاعب باه يمشي من فريق لفريق لازم يكون لاعب 5 سنوات في الفريق، ولازم يكون لاج تاعو اكثر من 27 سنه، يعني واحد ما تشوش عليها. لما لاعب يسني الفريق وكانه خلاص اونجاجي، خلاص ما بقاش يزيد يخرج. دونك كان الفريق محمي اكثر، وتما كانوا كانت علاه كانت كيف يسموها انستابيليتي فورسي بالدرع، كان المستوى يطلع. اليوم خلاص حنا العالم تبدل العولمه منا، معليش بصح من 2000 والفوق واش داروا؟ هما باه يعدلوا قوانين وين تولي حقوق الفريق مضمونه وحقوق اللاعب ثاني مضمونه، حنا عملنا العكس وراها وضرنا الحقوق تاع الفرق خلاص ديفينيتيف، ورجعنا اللاعب والمدرب هو اللي المسؤول عن الفريق. وما زالت لما انت درك تلقى مدرب هو اللي يمشي فريق، مش حاجه معقوله، ما صراش هذه ما تكونش.
تقني تقني، الإداري إداري في بلاصتو، كل واحد عليه باه يكون توازن. لما عاد اللاعب اللي تشفوا عليها الكونترا من بعد ما نحاوها رجعوها بعامين، لما وقتها راح الفوتبول في الجزائر راح الله يرحمه خلاص، نهار ولات الكونترا تاع عام، تلقى اللاعب اليوم وهنا غدوا وليه غدوا وليه، من المستوى ما يطلعش هكذا. ثاني كيما قلت لك الناحيه، دونك هنايا باه نحبوا نعاودوا نطلعوا المستوى تاع الواحد، لازمها ورشه، ورشه مش ورشه مضخموها بزاف والله، ورشه صغار سدوا لي لاكين. قال فوالا هذه هما بدات كيما السنه هذه، كان القانون الكونترا الجديد هذا اللي اقترحوه الانديه واقترحت، كان ممكن يزيد يتحسن شويه باسكو الكونترا مازالت فيها بعض مازالت فيها فراغات، نحسنوها، نشركوا ناس خلاف كيما الاسره الاعلاميه، كيما وزاره العدل ممكن عندها مستشارين قاويين يجيو يعطيونا خبره في الناحيه القانونيه في ونعملوا ان كونترا اللي يضمن حق الفريق، يضمن حق اللاعب، ويضمن حق البلاد، لانه في اخر المطاف كامل 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 كل التمويلات اللي قاعده تصرا هنايا منين جايه؟ واحد ما قد يعني انا نقول لك هنا قدامكم 95% من التمويل تاع كره القدم هي الدوله، هي الدوله. واحد نكذبوش على روحنا، لازم كون جا كاين فريق مش معتمد على الدولة خلاص، يقول لك أنا فريق عندي ريجيست كوميرس ونخدم، عندي لي روسيت تاع السطاد، لي روسيت تاع التلفزيون، المهم سبونسور، لي بلاكار بوبليسيتير، نبيع المايو، نبيع لي ديريفي، نبيع اللاعب، نكون ونبيع. نقول لك مي مادام 95% من التمويل هو من عند الدولة، دروك نقدموا ننظموها، تسمى مازال كاينة حلول، لازم تكون شوية توازنات في التمويل. قال فوالا هي ما نحبو لانكرو، العالم كامل فيه لي كلوب فار، ما تقدرش انت تدير 16 فريق تلعب على البطوله، ما كانش هذه ما تكزيستيش. في لي شامبيون اللي يحترموا نفوسهم تلقى 16 فريق يجي فيهم فئه تلعب على البطوله، فيها تلعب على المانسيان، فيها اللي يقول لك انا ندير لا فورماسيون، كاين اللي يجي يقول لك انا نلعب طالع هابط، كاينه فرق اختصاصيه في الاختصاص تاعها انه ما يلعب به يلعب، علاش؟ لانه اقوى من الدرجه الثانيه وضعيف من الدرجه الاولى، والميزانيه تاعو يعدلها بهذيك تاع الصعود والنزول. في وقت من الاوقات حنا النادي الرياضي القسنطيني كان من الفئه هذه، في وقت من الاوقات انا كي نتكلم على الثمانينات والسبعينات حنا كنا اقوى من الدرجه الثانيه واقل قوه من الدرجه الاولى، كنا نسقطوا للدرجه الثانيه نلعبوا عام عامين نعاودوا نطلعوا بقوه، نطلع للدرجه الاولى كل واحد ولكن كي تحسن. دوك قلت لك لازم فيها جمله من الاشياء، البنيه التحتيه نحبوا نحسنوا البطوله، كاين حوايج بزاف، البنيه التحتيه، تعديل القوانين واللوائح، تنظيم التمويل كيف يتمولوا الفرق، يعني على الاقل نديروا مثلا يكون حد ادنى، الحد الاقصى ما كانش، باسكو فريق لما يتحرر فريق مثلا، نعطيك مثال المولوديه راح يعود عندهم ملعب كيما تاع الدوير هذاك، غدوا يعودوا هما المدخول تاعهم اور لي سبونسور اور، يعني انا نعطيك مثال مولوديه الجزائر، شباب قسنطينه، مولوديه وهران، شباب القبائل، سطيف، اللي عندهم قاعده شعبيه بلا من النابا كاينه في الدرجه الثانيه عنده قاعده شعبيه، الفرق اللي عندها قاعده شعبيه تقدر تعمل مشاريع بمساعدة الدولة وين خاطر تدخل. قلت كيف بالك الناس في اوروب كاين فريق اللي عنده 50 ولا 60 الف مناصر خلاص وخرج من احنا هنا كاين ماناش قاعدين، في بعض الاحيان ما كانش قوانين بالك باسكو انت ثاني هنايا ما تقدرش كيما مثلا تجيب فريق يحب يدخل في غياب بعض اللوائح والقوانين، مازالت ما يقدرش فريق يروح يدير نقولوا بليش انا كونترا مع التلفزيون، ما يقدرش يقول انا ما نبيعش بالسوم هذه نبيع في السوم. حنا مازلنا وهذا بصح حاجه شرعيه، علاه؟ لانه الدوله هي اللي قاعده تمول، بصح لازمنا رؤيه مستقبليه مش عامين. انا علاه قلت في 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 وقت من الاوقات قاعد نقول انني ما نشخصش نتكلم على الهيئات، في وقت من الاوقات كان عندنا الوقت من سنه 2000 حتى 2018
حبة من حبة كارهة من كاره، كان استقرار على مستوى الفيدرالية، استقرار إداري، استقرار مالي باعتراف الناس اللي كانوا قال لك خلينا ملاير وحده، كاين استقرار كيف يسميوها رياضي، الدنيا هادنا ما خدمناش في 18 سنه كنا قاعدين نغيضوا شيء كبير لو كانت النيه وخدموا على مستوى الفيدراليات، لانه هذه الخدمه هذه مش خدمه تاع الدوله، هذه الدوله مش قاعده للشيء هذا، دولة في أي مكان في العالم وبالخصوص الدولة الجزائرية والله عندها اشتغالات أخرى، كيف تعيش المواطن، كيف تعطيك، عندها أمور صحية، أمور تعليمية، عندها الأمن، عندها الواحد، الدولة مش قادرة الفوتبول هذا تروح، هذو أمور من اختصاص للفاعلين في الميدان، من اختصاص الفيدراليات، وعلى يديروا مال الفيدراليات وليليك والجمعيات، وعلى واه ينظموا نفوسهم، يحسنوا من المستوى تاعهم، يديروا مبادرات، يتلايموا ويقعدوا يمشوا في طريق واحد. في تشوف دركا نحبوا نمشيوا الفوتبول هذا ونروحوا به بعيد، لازم كل الاسره اللي دايره بشي هذا تكون ماشيه في طريق واحد فريد، حتى وين كريتيكيو بعضنا والله، نديروا مثلا انتقادات سواء بناء أو لا مش بناء، بصح أهم حاجة نكونوا ماشيين في طريقك قد نديروا لي كريتيك، ندوروا يمين شمال، بصح المشية تكون لافون قد علاش؟ باسكو أنا بالنسبة لي أنا يعني يجي واحد يعطيني كريتيك وما يعطينيش الحل، سما الحكاية تاعو مبتورة. الطبيب لما يجي يقلبك ويقول لك والله كمريض بحاجة وحاجة، بصح واش يعطيك؟ يعطيك الدواء معها ويعطيك يقول لك ها واش دير واش دير واش دير، مش يجي يقول لك والله هاك بابا بابا كمريض ويطلقك روح تروح، ما تصلحش. لا انت حددت مرض معين والله شفت نقص معين في مكان والله حاجه، اعطينا اعطينا النصيحه. شوف احنا بحكم الظروف اللي خلصنا بها، عم بالك خلصنا لو 15 ومن بعد اعطينا اسبوع فقط للاعبين باه نبقاو باه ما نديروش تحضير، نديرو كيف يسموها نحكموا لنفس الديناميكيه تاع اللي كنا بها، يعني ما نعمل في المستوى الاول ما نديروش تحضير، درنا غاردينا لا فورم ودركا رانا نونترينيو في عادي، شغل عندنا مقابله كل اسبوع بالتاريخ تاع الوداع. دونك بالنسبه للفوج الاول اللي راح يلعب البطوله واللي لعب عندنا السنه الماضيه ما كانش تحضير، قاعدين نعملوا شغل في ديناميكيته كاننا ما حبسناش البطوله حتى نلعبوا المقابله هذه. بالنسبه للمستخدمين درنا لهم بروغرام خاص مع المحضر الرياضي وقاعد يحضر فيهم على اساس 15 سبتمبر، لانه البطوله حتبدا 15 سبتمبر. احنا شفنا باللي حبيناش نطيحوا في الخطا اللي طاحت فيه عام الاول شبيبه القبائل، وقبلها طاحت فيه مولوديه العلمه، وقبلها طاحت فيه مولودية بجاية اللي خلصوها غالية لما طاحوا في الشامبولمون هذا، وين تخلطت لهم بين المنافسة الخارجية والبطولة الوطنية، وين سقطوا في آخر المطاف لما نشوفوا احنا مولودية بجاية وصلت المرات الفوق خلاص ومن بعد سقطت، العلمة وصلت نصف النهائي وسقطت، وشبيبة القبائل عملوا ودارت باركور مشرف جدا وقريب سقطت. علاش؟ باسكو طاحوا في البروغرام هذا. احنا واش درنا؟ الفريق اللي راح يلعب كاس افريقيا كملنا له بنفس الديناميكيه وراحين نعطيوهم من بعد راحه. الفريق اللي استادير لا دوبلير اللي جبناها هي قاعده تحضر وكانها المهم ستاجو في قسنطينه، دروك خطاشهم ستاج بلوكي في قسنطينه في نزل كيف اسمه الحسيني، ودروك قاعدين نشوفوا كي نلعبوا المقابله في تونس ممكن نكملوا لو دوزيام ستاج كامل في تونس وممكن نكملوا في قسنطينه. ما تنساش باللي قسنطينه هنا نحييو السيد رئيس الجمهوريه ونشكروه على الشيء اللي دارته الدوله. احنا من بين الحوايج اللي استفدنا بها في قسنطينه هي ملاعب معشوشبه طبيعيا، طروازا نيكس ثلاثه، يعني خلينا من الملعب الرئيسي اليوم عندنا طروازا نيكس اون غازون ناتشورال، معناها نقدروا نعملوا تحضير في قسنطينه 100%، باسكو المشكله في الملاعب مش في الايواء، الايواء لي زوتيل ما عطاهم غير ربي هما، المشكل كان في الملاعب المعششبه طبيعيين. احنا اليوم قاعدين نحضروا في قسنطينه، عندنا تروازانكس باه تسمى نعطيهم الراحه اليوم في الملعب هذا، اليوم في هذا، اليوم في هذا، ونعملوا التور دونك تقريبا بالمواصفات العالميه، لانه هي من المفروض اربعه، احنا ديجا عندنا ثلاثه، دونك
نقدروا نكملوا ستاج في قسنطينه. دونك حنا بين وبين، حنا اهم حاجه بالنسبه لنا هي المقابلات الوديه، لانه دوك لا عندنا نقدروا نعملوا مقابلات وديه في قسنطينه، نعاودوا نكملوا ستاج في قسنطينه، لان حاليا انا ستاج بلوكي ولا شفنا المقابلات ما كانش. ممكن نروحوا كيما لتونس كيما مارفين على جال المقابلات، حنا نروحوا لتونس على جال المقابلات وعلى جال العشب الطبيعي من قبل. اليوم حنا العشب عندنا، بقاو المقابلات، كون نلقاو فرق جزائريه هنا قاعده تحضر في الجزائر نحضروا في قسنطينه ونجيبوا نلعبوا مقابلات وديه تما. رئيس قلت منذ قليل تحدثت على الديون في العشب القسنطينه، نقدروا نعرفوا المونتون تاع الديون تاع شباب قسنطينه تاع السنوات الاخيره، وش رايك شو هي كل موسم؟ عندنا مثلا في القسم الوطني الاول 7 انديه ممنوع من الانتدابات و16 فريق في القسم الوطني الثاني ممنوع من الانتدابات، سيناريو يتكرر كل موسم، وش هي الحلول في رايك؟ شوف هي قضيه الديون، اني قلت لك دوك هما تبدا المسؤوليه الاولى تعود على المسيرين الساعه، لانه كيما انت ربع عائله في دارو عم بلو باللي الصالير تاعو مثلا يسلك 5 ملايين ويروح يداخل عند الجزار عند الخضار هات هات لا حساب لا والو، بين في اخر الشهر يلقى روحو مديون، لوجيك. دونك هكاك بالنسبه للفرق، دونك المشكل الاولى تبدا بالمسيرين، من المفروض المسير كيجي. انا اقترحت، شوف حنا في نعطيك حاجه، حنا في عندنا الفريق الهاوي تاعنا زد من نهار داروا الستاتي تشيب الجديد هذا ودرنا كيفاش درنا لا ميزون كونفورميتي معاه، حنا درنا بعد البنود باسكو الستاتي الجديد يعطيك الحاجه الاساسيه ويقول لك زيد بنود اللي يساعدوك. حنا من بين البنود اللي زدناها في الستاتي تاعنا في النادي الرياضي القسنطيني اننا عملنا بند في الترشيحات، لما يجي بريزيدون يرشح روحه زدنا بند. واش نقولوا فيه؟ نقولوا لازم يحترم التسيير المالي والتوازنات الماليه تاع الفريق، ورانا اي رئيس يجي الديون اللي يخليها وراه تتبعه هو ما تتبعش الفريق. اليوم حنايا كي جينا القسنطينه شباب قسنطينه، شباب قسنطينه من المفروض ما يكونوش فيه ديون، لانه شركه وشركه وطنيه. المشكل تاعو تما نتكلموا على لاسبي تاع الديون، باسكو يتفرق الديون من 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 فرق الهاويه للفرق المحترفه. فريق محترف عنده شركه الديون تاعو ديون عاديه، لانه الديون تاعو تمشي من سنه الى سنه. مثلا اليوم عندك دين في 2018 راح تحولوا فقط في البيلون يحولوا على 2019. حنا الديون هذه منها صلات صلات كيما قلت لك، جاو موسيين ما احترموش لي بروسيدير دو جيستيون، باسكو شركه وطنيه ما تقدرش تصرف حاجه وهي ما عندكش، هما صرفوا حوايج وهما ما عندهمش. مثلا يدير بوند عند روحو دير بوند كوموند وما دير هكذا، ولكن تراكمت الديون، تراكمت الديون ثاني. علاش في شباب قسنطينه؟ بسم الله بكل وضوحه الوقت تاع الكورونا، لانه في وقت الكورونا ثاني كاينه مشاكل تاع سبونسور. مثلا حنا المداخل تاع كانوا عند مداخل معتبره تاع سبونسور بالاضافه الى الميزانيه اللي تمدها الشركه، ما جاوش لحد الان. حنا عندنا دي ليتيج تاع مداخل ثاني، حنا صح شباب قسنطينه عنده ديون، بصح انا نقول لك بلي شباب قسنطينه عنده هو ثاني دي كريونس ما جابهاش تقريبا تفوت 30 مليار، وكم عاد شركات وطنيه ما حبيناش نروحوا معاهم لليتيج، لانه كيما قلت لك حنا الدوله مع الدوله في الدوله ما نقدروش نضم تما امور هذو تتفرى لاميابل. علاش؟ باسكو في وقت الكورونا ثاني محبسوا لي روسيت، وتفضل كيما سمعتوا رئيس الرابطه تكلم لكم على مؤسسه من المؤسسات اللي مازالت ما سلكتش خلاص، وهذه بكل من جات من وقت الكورونا، ماشي يعني قبل الكورونا كانت الامور ماشيه عاديه. تعرف الكورونا ديك شمبولات الدنيا في العالم. حنا الديون تاعنا ديون رياضيه تسييريه. مثلا انايا نقول لك كاين مديريين جاوا الله يسمح منهم، كاين الناس ما عندهاش مستوى تاع تسيير، ماك شركه ماهيش سهله. اليوم حنايا عندنا مواصفات كيف نسيروا، دخلنا قلت لك عندنا دي بروسيدور جيستيون، دخلنا لي فيش دو كيف يسميهم لي فيش دو بوست، او مابقاش دركا في السياسي دركا او مش اي واحد يقدر يجي للاداره. الاداره تمشي بطرق ستريكت، تقدرش تخرج لا يمين لا يسار، ما عندكش حق ما تخرج بعد. تراكمت الديون هذه هي مش يعني حاجه اقرب، مثلا تلقى حتى لاكناس ماكش مسلكها، تبان له ما يسلكش نورمال عادي الدوله ما نروحش نفارسي لانه عاد. كاين بعض اللاعبين بعض الموسيين يجيب لاعب ولما كيجيبو يجيبو باجراءات معينه عاديه، يجي يسني له كونترا وكلش، بصح لما يروح يريزيلي معاه بطريقه فوضويه
من المفروض اللاعب تيدي سيدي ما تجيبه وتحطه في الطابله تفهم معاه جيب المناجر تاعك هاتوا لافوكا تيدي سيدي معاه بطريقه وديه حتى ما وصلتش معاه الحل بطريقه وديه تولي تمشي الاجراءات القانونيه كاين اجراءات كاين كونطرا كاين افنو كاين اجراءات للداخل في لافيد تمشي بالاجراءات هذوك ما يضروش الفريق لما انت لاعب يروح لك مثلا احنا عندنا انكسره عندنا لاعب عنده عامين الله راح ليكيب ناسيونال تاع السودان راح بطريقه قانونيه عيطت له ليكيب ناسيونال بعثت له الكونفوكاسيون افيك لونغاجمون باللي يولي تالتات كلش منا السيد راح شات الكورونا مازالتش ولا الاداره ما دارتش الاجراءات تاع عندك كونفوكاسيون تاع ليكيب ناسيونال تاع دير لا فيديراسيون تاع الفوتبول دير المانتيليكس اعدال الاول اعدال الثاني اعدال الثالث ما كانش تكتب لا فيفا عندي الكونطرا مع الجوال الفلاني هو البي تاع الطياره تاعو هو التيليكس ديجا او ما جانيش الجوال هذا نطلب فسخ العقد تاعو وتعويض كذا وكذا وكذا لانك عندك حق في التعويضات انت لما ما تعملش الشيء هذا وترقد اللعب واش يدير يسلى الوقت يعدي من بعد راه رفع دعوه خذ العقد تاعو كامل يعني ببساطه جدا الحق اللي كان تاعك وضرتو عليه انت ما درتش الاجراءات ولهذا الفرق لازمها تستريكتيلي روحها درك حتى فريق محترف والله بكل صراحه ماشي صح مع غياب الامكانيات الماديه مش كل الفرق تقدر دير مدير المنازعات ومدير كذا وكذا الانسان يكون عاقل كاين واحد تهز فريق في الدرجه الاولى قاعد يلعب بروفيسيونيل وما عندوش حتى حق ترونسبور يعني من ما تقدرش تقول له انت دير اورغانيغرام تاعك ها فيه المدير الامن ومدير المنازعات ومدير كذا باسكو كاين اورغانيغرام حنا من ناحيه الورق المشروع في الجزائر من ناحيه الورق هو ممتاز ما خلى حتى كاين مشروع تاع المشكل باش تنفذوا في الواقع مثلا به فريق في الدرجه الاولى يكون مطابق مع الكايت شارج ومع المشروع مثلا مثال مش مثلا مثلا قال لازمك مينيموم 20 مليار باه تقدر تدفع اجور معينه مثلا من 30 ل 60 ولا من 30 ل 100 وباه تمشي الفريق تاعك وتكون عندك اورغانيغرام والناس سالكه وتقول مثلا لازمك 20 مليار في الوقت اللي كاين اللي مازال ما يدخلش 5 ملايير كيف تحوسو انت يدير لك الاورغانيغرام والوالي هذا يصرى الشامبولاج حنا رغم كل شحال المبلغ تاع الديون؟ لا احنا سلك الديون مبلغ والله ما عندهم مبلغ تما يعني صدقني لما تروح انت لاكناس بعث لك فاتوره تاع مثلا مثال برك لاكناس وصلنا وصلت انا كي جيت العام هذا لقيت لاكناس تسال حوالي 8 ملايير تاع كيف اسمه لي كوتيزاسيون اهم حاجه احنا بالمرتبه والله صدقني يعني نزيد نعاودها امام الصحافه من بين الحوايج من الخير اللي جابت المرتبه الثانيه هذه باسكو الناس كاين لي زبارك خيط قال جبل التجاريد هذاك تلقى الشيء الظاهر والشيء اللي ما يبانش من بين الحوايج اللي جابتهم المرتبه الثانيه هذه اننا صفى الفريق من الناحيه الاداريه والواحد علاش؟ باسكو ديجا باه نروحوا لافريقيا لازم تكون ما عندكش ديون باه دير لا ليسونس افريكان لازم زيرو دات دونك حنا درنا مجهودات كبيره باه جبنا لا ليسونس وباه رايحين نلعبوا المقابله هذه حتى وين ما نعديوش حتى ان هي المقابله الاولى والاخيره السنه هذه ولكن كما قلت لك اليوم السياسي ولات مزيود جديد اليوم لازمها تكمل برك على النهج هذا لان انا واش قلت لهم في قسنطينه في كم السياسي خلاص دوك فوق الرايه فوق القاطره اي فوق السكه اهم حاجه في اي مشروع في اي حاجه كي تحط القاطره فوق السكه من بعد تمشي ب 10 كيلومتر في الساعه ولا 20 ولا 30 تولي قضيه وقت بصح دركا سيكلين الديون انا قلت لك الشركه برك باه الناس ما باسكو انا سمعت بعض الاحيان يجي مسير ورا مسير في شركه رياضيه عندها ريجيس كوميرس يقول له خلاو لي قبلي الديون جماعة غلطة كبيرة هذه ما تكزيستيش مدير كيعوض مدير ما عندوش الحق يقول المدير السابق وخلى ديون ما كانش ديون الشركة أي نفس الشركة التسيير تاعها الشركة هذه يسير فيها المسير بصح لي زورغان اللي هما ما كاين مجلس اداره كاين مديريه عامه كاين المالك تاع الشركه هي الشركه الام هذو بكل ما تقدرش تيجي مدير ولا مدير يقول لك وخلى لي هذه في الفوتبول نساو على رواحهم يحسبوا فيها كيما بكري تما وجا بريزيدون في لاماتور يقولوا الله خلى لنا الديونات وخلى لنا الواحد ومنا وهي حتى في لاماتور نورمالمون تعلموا الثقافه انت جاي مسير
تحمل الباسيف والاكتيف. هذه شركه، الشركه هي اللي مساله. واش تقول لي سوء تسيير وحسن تسيير؟ اني معاك. تقول لي واحد كومبيتون واحد انكومبيتون؟ اني معاك. ولكن الناس اللي ما عندهمش لي كومبيتونس، علاه درك الدكري هذا الاخر هذا بدات الدوله تطلع في المستوى تاع المسيرين؟ تسمح لي باش تكون جامعي، باسكو كون ما تكونش عندك مستوى معين ما تقدرش تسير. حنا وين؟ سبع نوادي في القسم الوطني الاول، 16 نادي في القسم الوطني الثاني، ديون فاقت 200 مليار ربما سنتيم، كل موسم متكرر السيناريو. يعني قلت لك شوف، لا لا لا، شوف هي الصيف البارح انونسا وصيف الديون تاعهم البارح. واش قال سونالغاس؟ سونالغاس سما حاجه تما مصدر موثوق، تما ما نقدرش دوك انا نكون يقول اي واحد. معليش، اليوم سونالغاس شركه محترمه مصدرها موثوق، من نتكلم على 33 مليار ديون. شوف بكل بساطه، يعني انني مسير وتما دوك انا رجل اعمال، تما مش تما رجل اعمال اللي يشوف الدراهم مش كيما يشوفهم واحد بسيط ولا مش كيف كيف. هي مش كيف كيف، واحد يخلص بلا باي وواحد يتعامل بالواحد مش كيف كيف. شوف هي 30 مليار بالنسبه لشركه كيما سونالغاز مبلغ بسيط، تعرف علاش؟ لو نحولوها درك باللورو ولا بالدولار نلقاوها 1.2 مليون دولار ولا حاجه. اليوم تحويل تاع لاعب فريد من صيف اللي داته مصر، باه نعطيكم بالبساطه يعني باللي الخير او الجزائر ولا فيها خير كبير. عباك درك درك كون تروح للخارج وتقول لهم مولوديه الجزائر، سما درك حنا نقولوا كلوب بريستيج صعمالي تاعنا حنا اللي عندهم الواحد قال المولوديه ولا سيار بيد، هما درك اللي حاكمين لاطيط، ومن بعد نجي وراهم حنايا ومعنا الصوره ولا هذا. لما تقول لهم انت اقوى 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 فريق في الجزائر البيجي تاعو 5 مليون اورو يضحكوا عليك. عليا قاعد نقول لكم مهما واش يكون، بصح الكتله الماليه يا جماعه في الجزائر ضعيف. ودي مش قاعدين مزايده والله، هذه بان بالنسبه لنا، لا نحبوا نلعبوا كاس افريقيا حنايا ونوصلوا نلعبوا كاس افريقيا، ماهيش نديوها زهر والله، نديوها في ظروف. حتى راه شفنا كنا دوك نهزوا كؤوس افريقيا اللي خداتها الجزائر، خديناها في ظروف معينه، ما خديناهاش خدمه قال فوالا انا ايكيب نطراسي اربع سنين في الشامبيون تاعنا، السينكيام اني ندخل لافريك لازم مينيموم فينال، ومن بعد ابارتير من السيزيام اني نعود نديها ديما. باسكو لا شفت انت الفرق الكبيره تاع الصح كي يدي بفريق تاعو كاس افريقيا، العام اللي راه يزيد يديها، العام يديها حتى تروح له هذيك التله تاع اللاعبين هذو. لما دركا نشوفوا الكتله النقديه تاع الفرق الافريقيه ومن بعد نجيو نقارنوها بتاعنا حنا، لا اسمع مازلنا بعاد، وبعاد مش بعاد حاجه قليله، بعاد بزاف. لو فات لو فات اللي حنا ساعه ساعه نخطفوا وحده كيما هكذا، او سيدي زيكسبلوا تز انت مبروك عليهم اتحاد العاصمه ياخذوا كاس الكاف، لو تشوف اتحاد العاصمه قداه شارك المره في الكاس هذه ريكور من 97 لليوم، يعني من الصعود تاعهم صعدت لليوم تلقاه ريكور، رغم انه اتحاد العاصمه ثاني فريق عريق وكانت عنده دي بيتشي في وقت من الاوقات ويلم احسن لاعبين في الجزائر ودير بهم، ولكن ما قدرناش نوصل. علاش؟ لانه قد ما نكبروا عندنا حنا لو فات حاجه بسيطه جدا، لاعب يبان في الجزائر، يبان الناس بكل تشوف فيه هذا هو مارادونا تاع الجزائر، يولي ولا فريق يقدر عليها. أمير سعيود وين تما دار سنتين ولا ثلاثة في شباب الوزداد من النوع الرفيع، واللي عطاه قيمة مضافة مليح للواحد. أقوى فريق في الجزائر في السنوات الأخيرة من الناحية المالية شباب الوزداد، تحب ولا تكره، بيور بيجي دالجيري أكبر. ما قدرش يحكم اللاعب، ما قدرش يحكم أحسن لاعب تاعو للفريق مركب عليه، لأنه كيما تشوف أنت الفرق الكبرى تلقاهم مركبة اللاعب تاعها على لاعب اثنين يحطوهم ويركبوا الفريق، تسمى ستامبوزل. هذا كي تدرك تروح للفوتبول مودرن. دونك من الناحيه الماليه لازمنا نبروغريسيو، لازمنا نزيدوا نروحوا. الفرق التركيه كانت ما تبانش خلاص. لكن ماشي براتب شهري مليار سنه. شوف انا نروح معاك المبدا، انا ما نتكلمش على الرواتب. شوف انا من بكري مني كنت في الاماتير وانا نقول لهم حاجه واحده، المشكله مش في قداه تصرف، في قداه تجيب. لما فريق يوصل يجيب 1000 مليار رساد من حقه به يستثمرها،
او استثمار من حقه. احنا مازال صح 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 بكل صراحه مازلنا ما خرجناش للاستثمار مازال، بصح كاينه امكانيه باش نخرجوا للاستثمار، كاينه امكانيه. علاش؟ حنايا الماده الخام كاينه، راس المال كاين، المرافق كاينين، واش مازالت الميكانيزمات وبعضها كنقول لك بعض القوانين، مش قوانين كبيرة هذيك، بعض القوانين مش قوانين كبيرة كاينة. لما درك انت تقول لي انا الفريق يقدر يملك الملعب، نقول لك يقدر يملك الملعب وكاين الدوكري الفلاني النيميرو الفلاني اللي يسمع اي فريق جزائري بيطلب من وزارة الشباب والرياضة امتلاك الملعب على شكل سواء بيع سواء شراء سواء كراء سواء كونسيسيون، كاين اكزيستي القانون، ولكن الميكانيزمات كيفاه نمشيو. الفكر اللي برا مازال ما عندناش حنايا مناصر اللي عنده الفكر، مازلنا ما طلعناش اللي حنا دوك مازال مناصر الفريق تاعو يخسر مقابل شي حسين حي بريزيدون. وصلت الفيروس هذا زاد وصل لا فيديراسيون، ولينا نحيو بريزيدون تاع فيديراسيون على حاجه ما مش يعني مش معقوله. مثلا تخسر مقابله، ما كتخسر في الفوط، مثلا تخسر حوايج هادو ما لازمش نحركوا لا ديستابيليزيو رواحنا. تما نكونوا حنايا ماشيين على اساس ان عندنا انستابيليزاسيون اللي تسمح لنا باه نخدموا من بلاتفورم ونديروا صح واحد مو كامل، حنا نكملوا بعضنا. على هنايا انا مانيش ضد الانتقاد، ضد الانتقاد السلبي، ما تجيش تقول لي غوش يا دروات. وانت مثلا نعطيك حاجه، نضلوا نخمجوا في البطوله تاعنا في لي بلاطو، عيب الناس يتفرجوا فينا وحنا نجيو للبلاطو هاو بعنا هام شرينا هام داروا اي خامجه واد كنيس ما عندش كنيس يا اخي. الحوايج هادو هاد الحوايج هادو جرائم. لما تجي تتكلم انت على جريمه كاين وكيل الجمهوريه اللي عندك حق. انا كون نشوف جاري قدامي يدير في جريمه وديجا عدم التبليغ عن جريمه ولا عن جنايه في حد ذاته جنايه، انا نشوف واحد بحدايا جاري يطلع الطاقه نشوفه قاعد يدخل في ممنوعات كبار اللي يهلكوا البلاد وما نروحش نبلغ عليه ومشكل. انت غدوه شفت كاين فساد عندك بروف عندك، بصح ما تجيش هكاك تقول احنا ما سمعنا حتى واحد من الجيران تاعنا هنايا والله من العالم يقول لك كاين فساد في الوحده وهذا. رايحين نرجعوها شغل هولسه. لما تسمى في رايك انت يا واحد يخسر ماتش صاي باعوه، دوك الثوره خسرت ما تخسرش بصح في اخر المطاف هضرنا خلطوا وعليه سكتوا كي خسرت الاربعه في بلادها. تسمى عباك الماتش تاع الاربعه درس كبير، تسمى واحد في بلاده تسمى يا يموت يا يحيى خير دا بارادو. نعتو باللي في لافاس روتور كانوا اقوياء كانوا ملاح لا بروف بالك تقول لهم انت هذه بصح مع الاخر كاينه مقابله مصيريه ربعوها ما تتربعش. دونك شفت علاه نوليو كي نوليو مارشالين مارشالين نقول لقاو روحنا قاعدين نظلموا في الناس. زيد كاينين حتى في لي بلاطو كاينين مثلا والله هادو نصائح مش احنا كبار، ممكن انا في كرة القدم تسماني في النهايه مش في البدايه والله بكل صراحه. يعني انا كل يوم نقول للابار نحب نحبس اني نعدل معاكم نعاونكم بصح ما نقدرش نكمل نخدم انايا في نهايه المشوار مش في بدايه المشوار. خلاص ما الانسان انا بديت كره القدم 28 سنه كمسؤول. لما تلقى انت لاعب خلينا سيدي صحفي ما لعبش الفوتبول قاعد خدمته صحفي مكون عليها والله بريزيدون يعرف اوم دافير ويعرف يسير هادو كنحطهم على جنب. لما يجي لاعب كره قدم يقول قدام الجزائريين 40 مليون جزائري او كاين فساد وكاين بيع وكاين شراء، هو نسى باللي لي زاكتور اللي في التير هذوك سيدي فوتبولور بكل بساطه قاعد يتهم في لي كونفرير تاعو، قاعد يتهم في عائلات في لاعبين باللي كاين باسكو شكون يقدر يبيع ماتش يبيع واللي قاعد يلعب على كاين بيع وشراء برا يبيعوا الطوموبيلات والديور والاراضي والواحد، بصح في التير الداخل في الواحد يلعب لاكتور اللي قاعد يلعب. كون ما يكونش لاكتور اللي قاعد يلعب هذاك راح يدير لاكت ما يصراش. دونك انت قاعدين يخمجوا في الدنيا بوريان، وهذه بكل الناس قاعده حاشمه باسكو عم بالك كاينه قوانين. كل الناس بدات بوزي في لي بلان تخلط خلاص جيبوك انت روح تهضر في الكلام هذا عندك بلاف قدام ما عندكش بلاف روح. علاه مالت شهر بالناس
قاعد نقول لك نخمشوا في الصوره تاعنا برا، نمدوا في صوره سيئه لبلادنا علينا احنا الواحد، علي ما نروحوش للبوزيتيف، علي ما نتكلموش. قال مثلا جماعه يسيو كيف نعدلوا الفينونسمون، نطلبوا من الدوله تعاون الفرق بكل على الاقل بحاجه هكا باش نطلعوا المستوى. قال جماعه روحوا نتفاهموا نديروا كايت شارج ما نلعبوش في اي ملعب غير هكذا. قال عندنا ملاعب بناتهم الدوله خسرت عليهم صوارد كبار فيهم الكازو ناتشورال، نسيدي نسيو ايكيب اللي عندها ملعب على 20 ولا 30 كيلومتر تروح تلعب في الملعب اللي فيه الكازو، علاش نسيو كفاه بليش انايا يعني نديروا ان ستاتي للخرجه الدخله تاع اللاعبين مش ببساطه. اليوم انت لاعب جزائري يخرج بدون رقيب ولا حاسب، يدخل بدون رقيب ولا حاسب وهو مفورمي في البطوله الوطنيه، نسيو كفاه نديروا ان ستاتي للاعبين الصغار هادو باه نحميو الفرق اللي قاعده تكون. اليوم انت يا الفرق اللي قاعده تكون في اللاعبين كاين قانون يحميها. اليوم تلقى فريق يكون اللاعب من 12 ولا 13 سنه ويكون فيه، لما يوصل 19 سنه ما يبيعوش ويروح يسني وين يحب، ما يحتاجش الفريق تاعو خلاص، ما يحتاج حر حر، ما كانش ما كان حتى قانون يمنع، ما عندهم انا كان اللي تعوض لي والو. هنا قاعدين نقضيو على التكوين، نقضيو على ها من الحوايج البوزيتيف، ما نروحش النيجاتيف ما عنده حتى معنى. تكلم فيه على القناه، يا باه دير قناة مش حاجة سهلة، تسمى إمكانيات مالية وبشرية وكومبيتونس، دوك باه تلقى حتى اللي يقوم لك بقناة مش سهلة، وتكون عبء على الفريق أكثر من على هنا نحوس على تكون يكون نحوس يكون تكامل بين الأسرة الإعلامية والأسرة الرياضية. علاش؟ لانه احنا في الناس عليها رايحه القنوات بيحوس يعبر على روحه، هو قادر تعبر مع كاين تشوف تدخل دار الصحافه ما شاء الله تدخل كاينه دول والله دول متقدمه والله ما عندها العدد الكم هذا من الصحف والقنوات والواحد. علاش الناس ما عملهمش باللي المجتمع الجزائري مجتمع شاب، هو دي لا ديفيرونس، احنا مجتمع شاب يعني 75 ولا 80% من الشعب الجزائري هما اللي اقل من 30 سنه او 35 سنه، دونك مجتمع شاب تلقى كاينه ديناميكيه كاين. المهم قناه شويه صعيبه حتى ديروا احنا باريكزومبل كيما لي كلوب في الجزائر اقصى حد تحميه يسيلي الكومينيكاسيون تكون شويه عندها امكانيات ومنا وتخدم بالتكامل مع هكذا مع القنوات الخارجيه باه ما ندخلوش في هذه الاولى باسكو عيب بور لو مومون. كيما قلت لك التمويل مازال تمويل كلاسيكي، لكن حتى فريق اللي قاعد يدخل على الاقل 20 ولا 25% من حنا هدف تاعنا في السياسي هذا رايحين ليه. حنا الهدف تاعنا اننا نبداو الاوتو فينونس التمويل الذاتي على الاقل بنسب لا شتا صغيره مي تكون متصاعده كل سنه نزيدوا شويه. بالنسبه للشق الثاني من السؤال تاعك اللي تتكلم فيها الاجور، شوف هاد الاجور مدخموها في الجزائر اكثر من ما عطوها اكثر من حقها. اني قلت لك حنايا كل واحد يشوف على جيبه، حنا نهضروا علينا مثلا حنا السياسي كيما قلت لك حنا التوجيهات تاع مجلس الاداره لانه قوانين، دونك حنا شركه ذات اسهم المدير العام فيها ما يقدرش يخرج على القرارات تاع مجلس الاداره، كون يخرج عليه قد تنحن مدير عام في السياسي من 2012 لليوم تقريبا بمعدل 1.5 مدير في السنه، يعني كاين اللي صح اللي قاعد عام ونص وكاين اللي قاعد 6 شهور. علاش؟ لانه سيروها بطريقه تاع الاماتور، تسمى ما يخدم راسه. لا المدير العام يمشي سويفون قرارات تاع مجلس الاداره اللي عنده من اللي بدات الشركه لليوم، لازم يكون يعرف كل القرارات اللي كاينين وما يخرجش عليهم. حنايا بالنسبه لينا حنايا قلت لك ما كاينش تحديد الاجور، مثلا يعطيك مليار نعطيك مثال تاع تحديد الاجور، حنا ما عندكش ما يقولكش هاو الماكسيموم قداه الاجر، لا يقول لك يا خويا مد واش حبيت. بصح انايا الكتله العامه مثلا الكتله العامه هاو مليار في الشهر وانت مد كيما حبيت، قادر تجيب جوار ب 900 والباقي تعطيه 10 مليون 10 مليون 10 مليون، فهمت ها كيفاه؟ دونك انت ما تخرجلوش من البيجي، وهذه انا نعتبرها حاجه ايجابيه مش لينا احنا سياسيا للفوتبول كامل. من المفروض كل الشركات يمشوا بالطريقه هذه، قال فوالا هاو البيجي وانت وزعوا
باسكو دوك نحبوا ولا نكرهوا. كاين لاعب تهز انت مثلا ميسي في برشلونه كان يدي تقريبا قد كيتلم اللاعبين بكل ويس قدام بصح يستاهل بلام على وجابوه يجيب من لابيب يجيب من لي ريزولطا فهمتي. حنايا عندنا كتله حنا نعرفوا كيفاش نوزعوها وهذه ما تغيرش بزاف عمل الاول. حنا السنه الماضيه عندنا اجور معقوله وعندنا بيجي معقول وهذا ما منعش باللي كراسينا دوزيام وكون شوي برك كذا كنا قادرين نلعبوا البطوله. في وقت من الاوقات وصلنا بالنسبه لنا وبين شباب الوزداد ربع نقاط. حنا عندنا مشكل عمل الاول تاع التركيبه البشريه تاعنا كانت شويه ما عندناش لي رومبلاسون. حنايا عندنا فريق متكون من 11 لاعب وتقريبا 3 ولا 4 الباقي بكل ما نقدرش كانت التركيبه. حنا عمل الاول عندنا 7 كان في الفريق 7 ديزيسبوار ولهذا ما قدرناش نكملوا على دونك. هنا الاموال ماشي هي كلش في كره القدم صح الاموال ضروريه ولكن كاين الحقو المستوى معين مستوى معين ما تخافش. ما انا بالنسبه ليا شوف لي جوار لي في الجزائر اللي يدي من 120 مليون وطلع لفوق نفس المستوى صدق او لا تصدق هذه خبره. دونك كاين اللي يسلك 120 وكاين اللي يسلك 400 والله نفس المستوى تولي على ستوندينغ تاع ليكيب. دونك برشلون والريال اللي صادر عندهم مش كيما مالاغا والواحد الجوال يكون في مالاغا يدي 500000 اورو العام يدي يروح ترونسفير للريال يدي لي 5 مليون 10 مرات. دونك تولي لو ستاندينغ تاع ليكيب الدخل الاعلامي المداخيل واحد هذه حاجه خلاف. بصح حنا بالنسبه لينا خويا ما عندناش تسقيف بصح عندنا ترشيد النفقات ما نخرجوش على النفقات ما عندنا حدود وين نحبسوا. السلام عليكم رايس. وعليكم السلام. كريمه بن شيخ على التوعيه تي في. عندي سؤالين. السؤال الاول حول شفنا مؤخرا النوادي الجزائريه او اداره النوادي الجزائريه تدفع يعني هم قدروا يقولوا أموال باهظة لشراء واستخدام لاعبين جدد، هل هذا الأمر يدخل في المشروع الرياضي الخاص بهذا النادي أم سيؤثر على الميزانية العامة للنادي؟ شوف هذه بالنسبة اللي يشريوا تسمى اللي يدفعوا ترونسفير ترونسفير مش لابي تتكلمي على ترونسفير. السؤال الثاني يعني نبقى في نفس الموضوع لما نشوف مؤخرا الخليج أم النوادي الأوروبية لما يستخدموا لاعب أو يشتروا لاعب ما يكونش هناك يعني إعلان مباشرة على صفحة النادي أو المكلف بالإعلان في هذا النوادي بل يعني يكون فيه أخذ ورد ما كاش ديريكت هاو هذا اللاعب هاو هنا ويقدموه بصفة رسمية كما نشوفوا في الخارج. شكرا. شوف بالنسبة للتحويلات هذه ما هي كاين زوج كاين ديجا نوعين من التحويلات كاينه تحويلات داخليه وكاينه تحويلات خارجيه. بالنسبه للتحويلات الخارجيه ما كان حتى مشكل خاطرش التحويلات الخارجيه تتحط بكل في السيستم تاع الديماس. لما فريق بالجزائر يجيب لاعب من السنغال والله من خاصه افريقيا والله من المال يكون عنده لاصق مع الفريق تاعو الترونسفير اوبليغاتوار يتحط المونطون تاعو في الديماس ويسلك عن طريق الفيرمون. دونك هذه الفيدرالية العالمية لكرة القدم لا فيفا تسمى نهار خلقت التيامات جوستومون خلقتو على المشكل هذا بعد على المشاكل المالية لأنه ما تقدرش دير ترونسفير بلا ما يكون شفاف باين هاو في التيامات هاو قداه شريناه يتحط من فريق معين فريق ألف فريق با هاو قداه شرا مثلا شراه التيامات. حنا مثلا بعنا قبل ما نجي أنا شفت التيامات عندها واحد العام ونص شباب القسنطينه باع لاعب للكويت الكويت الكويتيه هذيك محطوط في التيامات باعوا ب 100000 مقسومه على دفعتين الدفعه الاولى هاي وقتها دخلت والدفعه الثانيه هاي وقتها دخلت حتى درك الارشيف تدخل للتيامات تحوس تلقاها كاينه. دونك بالنسبه كيف اسمها بالنسبه للداخليه عادي هذه الداخليه كاين فرق تسمى فرق تسمى في السنوات الاخيره عادوا الفرق يبيعوا لبعضهم وهذه هي الوسيله الوحيده. مثلا تهز عملوا الفريق الاربعاء وما باعش 3 ولا 4 جوار تاعو لهنايا ما يقدرش حتى يقلع ما عندوش ما كانش تسمى مداخل صفر.
هنايا داخلين تسمى ماشي مشكل ثاني قاعده دركا ما تقدرش من شركه لشركه ابار اللي ما عندوش شركه. انا قاعد نتكلم الفرق اللي عندهم شركه يسون طوبليجي. شوف الشركات الوطنيه ما تتعاملش بالنقد تماما تماما. الحاله الوحيده اللي نستعملوا فيها النقد هنا دركا في الشركات الوطنيه هي فئه الشبان. وين؟ في التراساج تاع التيرا، في الفاكاسيون، وفي لي كاسكروت هذوك اللي يشريهم باسكو يخلصوا يروحوا حتى مثلا دوك الفريق من بيلكور يروح يلعب مثلا في البرواقيه. تسمى ما تقدرش انت تسلك الريستوروني في البرواقيه باع لك الكاسكروت بالفيرمون. الباقي الشركات الوطنيه ملزمه بالدفع، ملزمه ما فيهاش المناقشه، يا اما بالتحويل لوفي تسمى فيرمون، يا اما بالشيك بالشيك. دونك هذا الموضوع متزن. دونك لي ترانسفير اللي كاينين نظن احسن فريق قاعد يبيع في لي جوار العوام الاخرين الصوره، بالك الناس ما عملهاش بصح الصوره داير حاله كل عام يبيع لهنا في داخل الوطن لاعبين تاع الصوره. كاين الشق الثاني راح نتكلموا عليه تاعك هذا، نعطيك من الشق المالي راهي شفافيه تامه ما عندكش. والفرق اللي ما عندهاش الشركه ما تشريش اللاعبين، ديها من عندي انا. اي فريق في الجزائر ما عندوش شركه وما يشري حتى لاعب وما يشري حتى ليبراسيون. كاين الفرق اللي عندها الشركات تشري لاعبين من عند الفرق اللي ما عندهمش الشركات. تما واحد يقول لك ما كاين ترانسفير وصلوا لمليار مليار ونص، وهذه حاجه ايجابيه. على الاقل الفريق اللي عندها شركه تما بطريقه او ما راح تعاون الفريق اللي ما عنده فريق اللي ما عندوش شركه تشري عليه لاعب لا ليبراسيون ترانسفير. الشق الثاني من هذا الواحد تاعك اللي يهمنا احنا بالدرجه الاولى لانه المعامله الماليه ما عندها حتى، اللي يهمنا هي نور من المفروض لما لاعب يتشرى في هذا في المبادئ تاع كره القدم في العالم. اللاعب اللي نتايا تكونوا ما كانش مشكل، اللاعب اللي تجيبوا تحويل حر تما خلص الكونترا تاعو ما كانش مشكل. اما اللاعب اللي تجيبوا ترانسفير من المفروض استنى انفيستيسمون ستادير استثمار. دوك تروح تشري لاعب انت ب 6 ملاير ولا ب 5 ملاير ومن بعد تجيبو يلعب عندك وتعطيه لاباي ومن بعد ما تعملوش تحويل لمكان اخر، هنايا ضربه قاضيه للشركه. تسمى شغل قاعد تخسر في الشركه من زوج حوايج. دونك اي شركه من المفروض كي تشري لاعب لازمها تكون مدايره حسابها في البلون داكسيون تاعها بلي اللاعب هذا وجاي ترونسفير عندك مثلا جاي عنده 90% من المواصفات اللي فيه انه يلعب عندك سنه سنتين قادر حتى سنه واحده وتعاود تبيعو. هذه الطريقه عايشين بها التوانسه، يجيبوا لي لي جوار هادو سيبلي طك يجيبوا عنده. شوف كاين نعطيك ما صرات من با عندها شهرين دركا، شفت حارس المرمى اللي جبد البيناتي تاع بحيوس تاع السينيغال، شراه فريق في مقدونيا. يعني كاينين فرق مختصه في تعرف قداش شراوه. شراوه ب 90000 اورو، ما لعبش معاهم ماتش، دار معاهم بريباراسيون، يبيعوه لقطر بقداه مليون و200 ترانزيت برك. قلت لك هاد الصفقات هادو هي حنا علاه قاعدين نقول لك انا القوانين العامه لازم تتغير في الجزائر. كاينه حوايج يتغير القوانين العامه، ما نهضكش القوانين تاع الدوله، القوانين العامه تاع الفيدراليه ما يسحقوش هنا عندنا. لما نتايا واحد تعطيه ريجيست كوميرس وتقول لك فريق محترف ومن بعد تقول له ما عندكش الدروه تجيب لي زيسبوار من الخارج وما عندكش الدروه تجيب لي دي 19 من الخارج وما عندكش الدروه تجيب لاعبين من الخارج، تسمى هنا قاعد دوك تما تروح انت تجيب اي دي 19 ولا اي سبوار تجيب 10 مثلا دركا من افريقيا تخيل هذو اللي باينين. كل يصلح لك واحد فريد في العام تبيعه تجيب به البيجي تاع العام كامل. على ذكر القوانين المرايس ربما ما لقناش الوقت بزاف. اليوم رانا 7 اوت لحد الان لم يتقدم اي مترشح لخوض الغمار رئاسه الوفاف. وش رايك في هذا الموضوع؟ مؤخرا ربما طارت قضيه عقوبتك مؤخرا، حبيتك ربما قبل ما نختموا تحكي لنا على المشكله هذا والقضيه هذه ونوروا الراي العام. الشق الاول تاع الفيدراليه كتعرف حنا كفرق، حنا نتكلموا هنا ما نشخصوش، حنا كفرق كنوادي حنا ماذا بينا الاستقرار، ماذا بينا يجينا رئيس فيدراليه اللي يخدم مثلا على الاقل عهدتين وشي تكون فيه المواصفات القانونيه ويكون يسمع
مثلا يجي صحي يجري المشاكل تاع الرياضة صحي يكون عايش لها عنده الوقت عنده مكتب قوي منه بين اللي فاي يكون جينا نخدمه يومي على الحواج هادو دوك يتريكلاو كون جينا يومي نسمعوا الصحافة وكل يوم يهز الصحافة هز قال خويا لا كريتيك هذا طك 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 كون نبدا هذه عنده الحق في هذيك الهديره كل حنا من لاباس علينا. الحاجه التاليه من الحكايه هذه حنا ما عندنا حتى دخل فيها، حنا ما اي رئيس يجي دركا مرحبا به، المهم توفر فيه الشروط تكون القانونيه تاع اللوائح والقوانين اللي كاينه رغم 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 صعوبه الماموريه، لاني انا عضو في الجمعيه العامه رغم انها صعيبه وخاصه شرط مثلا تلز مثلا شرط تاع الدبلوم اللي وين تلقى انت الجمعيه العامه دوك انت كون يترشحوا مثلا انا نعطيك يترشحوا مترشحين برك زوج برك مش ثلاثه زوج وكل واحد يجيب قائمه ب 16 32 منين راح تلقى انت 32 واحد تتوفر فيهم الشرط تاع الدبلوم يونيفرسيتير والكيميك تسمى صعيبه شويه ولهذا تسمى نشوف انا ما نبليش انا راح تكون صعيبه صعوبه كبيره بالخطره هذه باه يعدي الواحد وخاصه تمسك الاداره بتطبيق القوانين. يعني سيد الوزير يعني رغم كاينه حريه تامه يعني ديمقراطيه فوطي على تسمى الجمعيه العامه سيده ولكن الدوله راهي شرطه تطبيق القوانين وهذا حقها من حقهم باش يشرطوا القوانين تطبق. تسمى ثاني ما نقدرش نمشيو بدون قوانين حنايا ونبقاو نعفسوا فيها وهذه نختارم الدروس تاع الماضي واحد ما يتعود الفيدرالية دي لما يجي رئيس فيدرالية لا قادر يخدم للصالح العام ويحسن الوضعية من الشاب بروغريسيون فيه الله يبارك باه نزيدو نجيو للحكايات والتكتلات وهذه ما تسمى الفوبون نخرجوا من هذا السوق هذا خلاص ماذا بينا احنا المستقبل احنا رايحين المستقبل احنا رايحين جزائر جديدة كاينه حرية كاين امكانيات قاعدة توضع الميدان هذا كاين منشآت كاين تمويل تحب ولا تكره التمويل كاين ولكن ماهوش في المستوى اللي نبغيوه الناس بكل الله ولكن كاين لازم يلقاو حلول للفيدراليه لازم تخدم لازم رقابه ولازم كما يقول لك مرافقه. شنو نشوف مترشح انت يكون يقود والله انا يعني نسمع كيما انتم احنا نسمعوا هاد الثلاثه ولا اربعه اللي حابين يرشحوا رواحهم بصح غموض يسمى مازال بون لو مومون واحد ما رشح روحه وك تعرف هذه مرك تشوفها بيناتنا مركز حساس. انا واحد من الناس شو عندي 30 سنه في الميدان اقسم بالله انا المركز هذا تاع الفيدرالي نخاف منه. تسمى علاش؟ لا مسؤوليته كبيره مسؤوليه انا كلوب مسؤوليه تاع فريق برك وصعيبه فما بالك مسؤوليه نتاع تاع بطوله وتاع فريق وطني. تسمى انت حنا لي كلوب الفرق واحد يقود في فريق تاع واد سوف واحد يقود في الفريق تاع الحراش واحد يقود فما بالك واحد يقود في فريق تاع كل الجزائريين بالاضافه على تسيير البطوله بالاضافه على الحرص على تطبيق القوانين بالاضافه على كيف يسميو هذا البروغرام تاع كيفاه التكوين باسكو درك انت كون ما نكونوش ثاني منا على 50 واليوم ما لقاوش جوار جزائري خلاص الناس حنا الحمد لله الخير كاين على الاقل حنا ما رحناش نجنسوا الناس ما يجيبوا جزائري ويلعب في بطوله خلاف حنا تنعتك باللي حنايا رانا في موضع مليح اللي هذه بالنسبه للفيدرال. بالنسبه للحكومه ما بقاوش نلغبطوا بزاف انا ما نتكلمش مع الناس ولا برات اي واحد حر واش يقول انا معاك لهنا انا هو المدير العام تاع النادي الرياضي القسنطيني كاين ايوا هاني في الحركه الرياضيه عاديه راني في الوافق في سمن كاينه وزاره كاينه ونتكلموا حنا مع المؤسسات الرسميه رسميين ما عندي حتى ممكن عندي عقوبة تاع الفم مالك بالفم واش عندك قال لك قوانين ماهيش بالفم مش بالنزاهة والمعاقبة هذا خلينا من هادو كان رئيس سابق محمد رواه ما طرش في العهدة تاع العقوبة انا شوف انا الرئيس السابق كشخصية هكذا انسان عادي ما عنده حتى مشكل معاه ولكن كرئيس فيدرالية ونتابع ليه هنايا انا طبعا انك شتني كيفاه انا مش هو برك انا يا كلمه الحق نقولها والدفاع عن الفريق تاعي انا بشراسه انا حتى المشاكل اللي صارت في العهده تاعي ما نتكلمش عليه كشخص انا نتكلم عليه كرئيس فيدراليه انا الفريق تاعي انا قدت النادي الرياضي القسنطيني في العهده تاعه تقريبا ثلاث مرات قدته من 2001 في ست شهور وقدته من 2010 ل 2014
من 2010 ركز مليح هذه من 2010 2014 هاي يعني ما واحد يتكلم على عقوبه في 2011 وانا كنت نجتمع معاه في الاجتماعات الرسميه ونحضر اللي جيت تما خلاص هنا تعرف باللي وقدت الفريق في 2016 من شهر جوان حتى لشهر ديسمبر حتى الفريق اللي خدا البطوله تاع 2018 80% من اللاعبين اللي مازالوا هنا ولي كونطرا 80% انا اللي ماضي فيهم تما كيما دركا انا جيت لقيت فريق حكمت احسن اللاعبين تاع الموسم الماضي ولي عنده وراني جبت فريق ونقول لك الفريق اللي جبته السنه هذه راح يقول كلمته السنه هذه وكون يكملوا هك بالطريقه اللي رسمتها انا هذه حتى ما نقعدش في النادي الرياضي باسكو ما نكذبش عليك انا انسان انا رجل اعمال ما نقدرش نتحشر بالمنصب دونك المنصب تاعي انا وراح نحطو حتى ونقعد لازم ناس يجي مثلا ماناجر نعطي سان بروغرام العام هذا واش يحطوا لازم يحطوا ناس مدير رياضي نحطوا ماناجر نديروا النورغانيغرام اللي ما يتغيرش اللي مثلا كاين مشروع يمشي على 4 سنين دونك باش نتكلم انا على الكلام هذا تاع الوعد انا دافعت على الفريق تاعي انا الفريق تاعي قال لك غلقوا التيامات انا حليته بالك ممكن هو ما عجبتوش الوقت هذاك تاع واحد يجي رئيس فيدرالي يقول من المستحيلات باسكو لا سول شوز اللي قاعد نشوف فيها صرات في 2011 في التاريخ اللي قاعدين يتكلموا عليه هذه انه احنا كنا عندنا 4 لاعبين اللي هما ايفوسا تحمان صام بوقرة جبناهم من الخارج وين جاء رئيس الفيدرالية قال في لاشين اون مع عيسى مدني الله يذكره بالخير من المستحيلات قال لهم يتحلل تيامات وما يتكاليفاوش وزاد عندها وراها بعد في لاشين طروا مع معمر جبور وعاود نفس الكلام وزاد جرح في المسيرين تاع النادي الرياضي ونسب اللي مدينه قسنطينه مدينه العلم والعلماء اول جامعه في الجزائر في قسنطينه اول وسيله اعلام جورنال تطبعت في قسنطينه اول يعني مدينه قسنطينه شرفت الجزائر عبر التاريخ مش من الان يجي يقول هو المسيرين ما همش كيف يسميه اميين وكذا وكذا والبيان تاع الفيدراليه مازال عندنا من بعد ما نحاوه احنا درنا كابتشر ديكرو عندنا البيان يعني ماهوش ما لا يتم لا يمت الاخلاقيات باي صفه يعني عيب نعطيه درك للناس يقراوه عيب كون يقراوه على المسيرين انا خسرت عليهم كلمه واحده العشيه درت كونفيرونس كيما هذه قلت لهم اليوم جماعه الجمعه خاطر جماعه عيسى مدني وعمر جبور جماعه العشيه قلت لهم شوفوا جماعه حنا ما نقولوش ماناش اميين لان الرسول تاعنا امي تسمى الاميه هذه ماشي عيب بصح الاولى تاع ما نعرفوش قلت لهم ما يعرف غير الله سبحانه وتعالى قد ما تتعلم ما تعرفش بصح قلت لهم بصح التيامات غدوه السبت لا فيفا ما تخدمش لحد ما تخدمش قلت لهم نهار الاثنين الصباح هذه الاداره الاميه هذه دوك تحل التيامات وتكاليفي لي جوار تاعها ونقولوا للفيدراليه اخي كان المشكل تاع حليش وين قال لهم هنا كون جات التيامات يتحل كون توتنهام يكاليفا تحليش ويا توتنهام كانت ما حبتش دير الصفقه وقلت لهم ولا عاد المشكل تاع توتنهام مازال ما تريقلاش نطلبوا من الفيدراليه الزرب تجيب لي الدوسي تاع حليش في الويكاند بان كاليفيه مع لي جوار تاع السياسي وفعلا نهار الاثنين الصباح على 10 جبنا الكاليفيكاسيون تحل التيامات وتكاليفاو لي جوار ونعتنا باللي الجزائر ولاده مابقاوش كل دقيقه حنايا حنا نعطيك حاجه انا درك المسيرين درك ما عندك دوك لي انا اقسم بالله انا عم بلي باللي كاين في الشباب الجزائري دوك اللي تعطيه الفيدراليه هذه والله يرجعها خير على تاع الاسبان وما يعرفوا حتى واحد وما شافوا حتى واحد واعطيه الفيدرالي دوك اللي كاينين الناس عندهم مستوى كاين ناس متكونين كاين ناس عليه دوك ياسي طير دوك طير وسائل كاين في دارو دوك يمشي لك العالم دونك ما نبقاوش شغل نضربوا الشمس بالغربال هي من المفروض الوقت هذاك كانت الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم تخرج دير اعتذار عادي جدا كانت تجبد البيان هذاك وتعتذر وتقول فوالا الحمد لله عندنا شباب الوقت هذاك حنا كنا مازلنا شباب خلاص قال عندنا شباب اللي عنده امكانيات كبيره اللي يعرف القوانين اللي متوصل مع على مستوى عالي مع الهيئات الدوليه وكذا من المفروض هادو من المفروض نجيبوهم نقربوهم لينا يعطيونا نظره ينعتوا لنا كيف نخدموا منا الحمد لله انا درك انا عليه قاعد نقول خطر يعني مع سامحوني نفتح قوس برك انا عليه المره هذه حبيت لا ستابيليتي في لا فيديراسيون مش كيستيون تاع زفزاف ولا واحد قلف انايا الاشخاص عمري ما قدستهم
امرين وهزوا التاريخ تاعي انا الاشخاص ما نقدس حتى واحد، انا نقدس العمل ونقدس المنصب. انا اليوم المنصب لما يكون عندك وزير اول ولا رئيس جمهوريه خلاص راه رئيسك ما بقاش، ما تحشمش بها هذه تاع طيعوا لا خلاص. لما يعود عندك مديرك برك، مديرك اليوم راه موش مدير، غدوه هذا مدير عليا خلاص لازم نشاوروا في اطار معقول. قال الرئيس كيف هذه نديروها ما نديروهاش، منصب اخويا احترام المنصب، لازم نتعلموا نحترموا بعضنا، نحترموا نقدروا بعضنا ونحترموا الانجازات. قال فوالا غلطت غلطت مش من المشكل. لما درك انت تخرج تقول السيد هو صح كانوا حين يسبوندي وني كوما تكاليفاو لي جوار في التيامات، انا نعطيك برك كي تكاليفاو لي جوار في التيامات كيف تيساليو تيسبوندي لي ديجا افي اللي واه قتلت روح ضربت حركت الناس حك الناس متهومين. والله ما نقولوا يعني خي الناس انا جامي مشي شوف انا اللي العداله تبرؤوا، انا ما نقدرش نمشي ضد العداله ولي العداله ما دير له والو. انا ما نقدرش نقول واحد العداله ما دارت له والو ونقول اها. انا حتى الناس اللي تهموهم صراو ديكاف بالرشوه في الشامبيونات تاعنا وتقدموا للعداله وفيه بلي راح منضادي بوم بعد تلقوه وفيه بلي بقى في الشرع من بعد برأتوا العداله، لانه العداله تشوف حوايج اللي انت ما تشوفهاش. ولو كان السيد عمل العمل وما عندكش عليه لي بروف العداله راح تبرؤوا يا اخي. هكذا هادو اللي كا هادو اللي صراو معروفين في الجزائر ما نتكلموش اساميهم نتعرفوهم بكل، لانه ما نجرحوش في الاشخاص. تحكموا ديكا فيه فيديو فيه اللي تحكم بالتسجيلات فيه على مستوى الجزائر ربع حاله كي نعرفهم انايا تمام متخيل هادو وما تيسبونداوش افي في الوقت اللي الرشوه في كره القدم في العالم كامل ما كانش حاجه ما فيهاش المناقشه. الدوباج وعدو ما يديروا والو، يحكموك دوباج يعطيوك 3 شهور درك، يحكموك دوباج في اي بطوله في العالم يعطيوك 3 موا يعطيوك 4 موا باسكو طورت. بصح الرشوه ما يلعبوش فيها هادو ما تيسبونداوش افي. الا انت سبوندا افي انا اللي هو برك تعطيني انا اعطيني قول لي برك واش درت في الفوتبول حتى انت سبوندا افي. زيد ما تكلمش معايا جيب لي لا ديسيزيون. كاين مينيستير كاين وزاره في بالك انت واحد سبوندي افي الوزاره وراكم لهنا ها هاي الوزاره هنا لي سبوندي افي هو عندهم فيشي في الوزاره سبيسيال سبيسيال يروحوا دركا دروك تدخل ليه اللي حاكم السيرفيس هذا كون تدخل ليه دركا تقول له عطينا لي في الجزائر ممنوعين يعملك شيء يجبد ولا راه ينفيش تما يقول لك طاك فلان 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 يجبدها منك بعد طاك 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 الباقي بكل كلام تاع زنقه. وهذا بوكو بليس انا هنا ما نجاوبش انايا، انا نجاوب واحد رسمي. دروك كون يتكلم رئيس فيدراليه يتكلم وزير يتكلم بليش انايا كوميتي اولمبيك ما تروحش للوزاره روح الكوميتي اولمبيك على بالك باللي ما كانش اقصاء مدى الحياه ما يعديش على الكوميتي اولمبيك يروح للكوميتي على ما مين يترك اشخاص كيما هادو شي ربي يهديهم. الاولى الثانيه من المفروض نطلعوا المستوى لاعلامي نسميوه اعلامي ولي نص نص نسميوه نص نص مش تسمى ما بقاوش امريكا وسرا خلاط وراح يفسدوا الدنيا بالحكايات هادو. وزيد المواضيع ها سيدي هذا واحد مثلا راني مسيسبوندي افي وانت واش دخلك؟ انت واش دخلك برك؟ انتم انت حاجه اللي ما حبوش ينفذوها الناس حب تنفذها انت على واو واش ديرونجاتك الحكايه هذه؟ هذه في حال زعليا يعني ما كانش راني يعني نزيد نعطيك ما كانش ما كانش كاينه لجنه اولمبيه شوف حتى كنت حطوا قدامك لهنا اي واحده اي مستويات على بالك باهي سيسبوندي واحد مدى الحياه. والله الاجراءات تاعها اكثر شت القران يا اخي يقول لك في القذف قذف المحصنات يا اخي القران يقول لك قذف المحصنات بصح كون تجيو كيف تطبقات تلقاها ما تطبقش على الواقع كاين ولا ما كانش. علاش؟ باسكو كاين حوايج بوكو بليس مورال كو واقع يعطيك حاجه زعما عقوبه في الراس بصح في الواقع ما تطبقش. هكاك الاقصاء مدى الحياه عباك الاقصاء مدى الحياه في الجزائر الاجراءات تاعو اجراءات تاعو لازم واحد حاط خمسة افوكا ويستنى ربع سنين وثمان ايام على بالك الوحدة تاعها لا بروسيدير تاعها هو يتبع في السيد باه يقصيها مدى الحياة. خليك من القصة هذه هو مش كي نجيو نهضروا على السيد هو زاد بفضح السيد برك هو والله العظيم مش ويزيد يحلف يقول والله ما عطاها لي فلان ولا ما عطاها زاد حرقوا خلاص ضر شويه. وحنا انا ماناش ضد السيدة، السيدة وهو كشخص نحترموه انسان كبير من اجتهد واصاب فله اجرين ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد. بصح حنا نهضروا على المردود خويا
مردود. حنا قلنا 18 سنه كفانا ولا بالسياسه هذيك. لا انا جو بريفير يهزوا شاب من الشباب ما يعطيوه لا فيديراسيون يكون كومبيتون يمانيبيلي الواحد لوتي انفورماتيك على الشعره مفورمي في لا جيستيون ادمنستراتيف فينانسيير ومن بعد يجيب الناس يدير ان كابيني ويبدا يخدم شي يدير راه نطلعوا الصاروخ حنا راه نخدموا النيكليير ولا يا فرتع تنظيم هذا ما كان الناس ما يديروا دي تورنوا. انا حضرت لثلاث صحفيين في شهر رمضان المنظمه تاعكم هذوك تاع الصحافه ديروا بطوله تشوف التنظيم تاعها راسك يحبس بسهله خلاص طاك 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 تشوفها تقول راه يلعبوا شغل كي تهزها مصغره هكا تلقاها داروا تورنوا تاع كيما هذا كاس العرب قرعه التنظيم الناس هذه من كلشي هذه فرتع تنظيم برك ودي كومبيتونس وما نبقاوش على جال هذا نتي على هذا وعلى جال نشخصوا الامور نشخصوا لا نخدموا للصالح العام نخدموا للصالح العام ولا نجيو نشوفوا هذيك كيف اسمي كل واحد يشوف الانتيري صغير تاعو هذاك اللي دار ما نخلصوش هكا. تفضل اخي سؤال بس نخدموا تفضل. سؤال الشباب بصدنا اللي يكون حاضر في المكتب التنفيذي تاع شوف والله نصارح اخويا تما تعرفوا باللي حنايا ما عندناش حنا والله شفافيه تما. شوف حنايا درك من بين قال اخي اعضاء الجمعيه 100 تقريبا 105 والله حنا بين الاعضاء القلال اللي تتوفر فينا شرط ديبلوم ستادير قسم دينا هنا ديبلومي فرصادو تاع الاماتور ياسين ديبلومي وسي غوراري رئيس مجلس الاداره ديبلومي بكل دي ديبلوم ما فيهمش المناقشه تسمى. دونك حنا علاه حنا غير باه نساعدوا على الاقل عاد ناقص حاجه والله على الاقل باه نديروا نطفيوا الشرعيه هذه نحطوا عضو تاعنا حنايا على ديسبوزيسيون تاع الجمعيه العامه. والله ما عندنا كونديدا حنا غدوه قال كونديدا وناقصين الاعضاء والله حاجه على الاقل نطفيوا الشف لا درك الدوله يتصلوش بين هذه امور ما فيهاش الاتصالات هذه ملكي سامحني لي ليش خلينا مدرك مي شافر تاع الاتصالات الاتصالات راح تكون الناس بكل كل واحد يفتش شكون يدخل مع البيرو بصح حنا 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 نهضروا علينا حنا حنا والله السياسي ديما نفتشوا على خاصه كي نجي انايا باسكو انا نمشي مع الصالح العام انا ما عندي حتى تكتلات انا كي ندخل الجمعيه العامه مش الخطره هذه الناس بكل نسلم عليهم الناس بكل حبابي لي 48 ليغ هذوك بكل نعرفهم عندي مده 20 سنه لي بريزيدون كل احنا ما عندناش مشكله احنا غدوه وين نقدروا نمدوا ان بلس نمدوا ان بلس حنايا المكتب كرئاسه المكتب ما يهمناش وماناش انتريسي ليه اصلا لانه احنا كشباب قسنطينه النادي الرياضي القسنطيني ولا الشركه الرياضيه حنايا المبدا تاعنا انه اي منصب كيما هكا وتكليف ومش تشريف او تكليفه تاع دوك البريزي انا حاير اخويا البريزيدون راح يجيبوا الخطره هذه اللي يجي ويخرج ويولي بريزيدون راهو عنده مده صغيره خلاص وفيها لي طاش قد هكا او ما شوف كون يدير سرير تما يرقد تم مع علمك انايا انا في 2010 جيت رقدت 6 شهور في المكتب في السياسي بعدلت هذا الطريق وبعد طلعت نرقد تما نرقد في المكتب علاش او اللي يجي الخطره هذه او يخدم 20 ساعه ويربوزي 4 سوايع ويا ربي يلحق في المده القصيره هذه عبالك فيها واحد عبالك فيها ديجا لا ميزون كونفورميتي تاع لي ستاتي تعاود دي ستاتي تاع لي ليغ دير ليكيب ناسيونال تسنى فيك من هي الشامبيون الواحد او ربي يكون في عونه اللي جاي لا فيديراسيون في الوقت هذا الله يكون في العون الفوت تاع دوك ما نعرفش شكون 25 التداعيات تاعها كون ما نديوش حلاوه هذيك ثاني قضيه ما عندها حتى معنى وحنا رجعناها ما نعرفش هي تاعنا ننظموا كاس افريقيا ما نعرف حنا التنظيم تاع كاس افريقيا سي اخر اهتمامات الشعب والدوله وكلش حنا اللي يجي هنا ينظم مرحبا به اللي ما يجيش مرحبتين تسمى انا مش راح تفيدنا ومش راح تنقص من القيمه تاعنا هايوا هادي بكل تسنى في البريزيدون هذا اللي جاي جديد هو والبيرو تاعو وزيد كون يغلط في حاجه مع الثقافه الجديده تاعنا هذه تاع كون يحط واحد بيناتي محيو سيراتي بيناتي نحيو بريزيدون فيديراسيون مع الثقافه هذه يزيدوا يركبوا له الشماعه يزيدوا يخرجوه من الباب الضيق باه يديروا الفوت لا 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 شوف نمشيو حنا مشينا شوف انا جيت لكره القدم في 93 في عمري 28 سنه كي جيت لكره القدم هنا لقيت رجال حاكمين لي كلوب كي تشوفهم دير لك الخلق يدير لك الطراك تولي ترجف اول اجتماع تاعي انا مع رؤساء الانديه خفت كي قعدت انا ولقيت
الإمام بن داهي الله يرحمه، حناشي، أي تيجرين الله يرحمه، كيف يسمى حرايد. المهم أنا صغير جيت خفت، خفت يا صاحبي، قعدت معاهم تشوفهم الناس لما روحها كي تشوفهم هنا مكتوبة بريزيدون بلا ما يقول لك، كي تشوفوا هو كيفاه الهيبة والكلام اللي يقول فيه وكيفاه يمشي في الفريق تاعو، لي جوار كانوا كيجيو يهضروا مع لي بريزيدون وقت هذاك يحط يديه وراه. اليوم عندنا ماناش قادرين، الوقت هذاك اللي تحطوه من العباد هذو اللي تحطوا بريزيدون فيديراسيون يمنى المنصب تاعو. اليوم ولينا علاش بالخالو باش ماناش قادرين نشوفوا في الصالح العام، لا عندنا ننجحوا ننساو لي كلوب، ننساو نتقابدوا لي كلوب في التيران، انا غدوا نلعب مع السي ار بي في الماتش، بصح انا كيخلص السي ار بي كيعت من المدرسه القديمه، خلص الماتش قسنطينه رحت نهني فيهم باسكو عليه فوتبول معرفه نعرفوا بعضنا نديروا علاقات مليحه سيبورتور مع لي ديريجون مع الناس ديال الفوتبول هذا مدايرين الناس العلاقات والمحبه، والواحد خلص الماتش بدا بيه يربح، اي واحد بدا بيه يربح في التيران، بصح كي يخلص الماتش خلص والصالح العام باسكو الهدف الاسم. انا واحد جا نكملها لكم هذه لي باج. المهم انا عندي ديما الجواب اي سؤال عندي الجواب تاعو. لي باج حنا في قسنطينه، حنا عندنا الفريق تاعنا الرديف درك عنده 3 سنوات عامين شامبيون قبلها مخلص دوزيام وما كملتش، يعني كان اليوم بكل طلعوا ولا سيديور بكل، حنايا باه نطلعهم سيديور تعرفوا نتوما بلي كاينه 27 ليسونس لا طلعتهم هما، انا ماذا بيا انا كون جا الشعبي قبل لي نلعب به المانتيان عامين ولا ثلاثه كيما لاجاكس بصح نلعب المانتيان يقول ليش لعب البوديوم، ماذا بيا نطلعهم ونحي نربح من الناحيه الماليه نربح كلش، بصح المشكل الشعب وما يحبش التيتر يحبش يلعب لي بريمير رول. المهم كيطلعوا ما لا شك في هذوك الايامات اللي عندهم كل دقيقه يطلع واحد هز تريكو، طلع عندهم واحد في النهز هز تريكو، طلع واحد في الجياسكا ومن بعد طلع واحد في القبه، طلع لهم واحد في الثوره، طلع واحد في اليوسما، واحد راح اليوسما داوه اليوسما عباد كي داوه اليوسما خلات بداو لي الصفحات هذيك تاع النزيف وتاعنا وتاعنا، ما رجعتهم بحاجه واحده. انا جواب بسيط جدا قلت لهم فخر، فخر كبير اللي ولات سياسي خزان تاع فرق من لا تروم تاع جياسكا وليسما والناد، قلت لهم هذا وين عرفوا روحكم راكم في لا بون فوا، كي عاد الناد تدي من عندكم جوار تسنيلو اسبور وليسما تسنيل اريال دروا اسبور ولا وجياسكا دات زوج، وقلت قلت لهم راكم في لا بون فوا بكري وحنا اللي نروحوا نحاولوا لي كلوب اللي بيعطيونا، عرفوا روحكم راكم في لا بون فوا مادامكم وليتو. وزيد ما زيدوش تقولوا لي الكلمه تاع حنا ولادنا نستفادوا بهم، ما دوموش ولادكم يا جماعه، هذو ولاد الجزائر ودو ولاد الدوله الجزائريه وتكونوا بالدراهم تاع الدوله الجزائريه ومن حق الفرق الجزائريه بكل باش تديهم بثمن فري، لانه هادو حنا الداخل لهنا الجوار كيروح من السياسي لاي فريق في البطوله الجزائريه راهو مش خساره راهو فائده وربح. غدوه حنا اليوم نتشرفوا بن سبعيني كي قاعد يلعب في البوليسيا انه بدا لي ديبي تاعو في السياسي، وحتى نلحق اللاج تاع 17 سنه باه راح بارادو، ونشكرو بارادو اللي كملت له لا فورماسيون تاعو وصلت له الشيء راهو فيه، وحنا بكل مستفيدين اللي ماهوش مستفيد ماليا مستفيد معنويا على الاقل. لاعبين دروك اللي يجيونا دروك يقول لك انا والله بن سبعيني عدى منا وبعد راح لي، لازم نكبروا المخ تاعنا الثقه نتقفوا، لازمنا كي نشوفوا الكاس معمر النص ما نشوفوش نقولوا هذا كاس فارغ النص تاعو فارغ، علاه ما نقولوش الكاس نص تاعو مليان، ونبقاو في المصلحة العامة تعدي قبل كلش. زيد شكرا كابتن البريزيدون يعطيك الصحة، ربما خليوك تختم هذا الحوار، ولكن عندي سؤال بسيط صغير، شكون هو عميد الأندية الجزائرية؟ والله شوف الخير شوف أنا ديسيديت كلمت اسم الموضوع تاع العمودية مانيش نهضر عليه، تعرف علاش؟ باسكو الموضوع هذا خلق واحد الحساسية بين نحبوا ولا نكرهوا بين عامدين من اكبر الفرق على مستوى شمال افريقيا اللي هو النادي الرياضي القسنطيني ومولوديه الجزائر، فريقين محترمين وفريقين كبار وعندهم قاعده شعبيه اللي يحب حب واللي كره كره سياسي ولمسيه، عندهم اكبر قاعده شعبيه في شمال افريقيا مش في الجزائر، يعني
دونك انا ماذا بيا ما نتش نتكلموا على القضيه دي، علاش والله ما حبش الحساسيه. انا ماذا بيا الجمهور تاع مولوديه العاصمه يجي عندي القسنطينه خاصنا راني نهبطنا الملعب حملاوي، وماذا بيا الجمهور تاعي انا يجيو الخمسة جويليه يتفرجوا المقابلات، علاش؟ باسكو عمرهم ديما المقابلات بين اللمسيه والسياسي ديما يكونوا مقابلات كبار وفيهم الفرجه، دونك حاجه ثانويه كيما قلت لك هذه تاع شكون الكبير شكون الصغير. درك نخليوه اسمع الموضوع هذا واش قلت لهم انا نخليوهم للمؤرخين. يعطيك الصحه بزاف، شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا.